مساء الخير عليكم. مساء الخير. أهلا أمينة، مساء الخير عليكم. صحة فطوركم. بغيتكم بعدا تقولوا لي واش الكونيكسيون مزيانه، حيت قبيله فاش حليت اللايف في نفس البلاصه ما كانش كونيكسيون مزيانه، كنفهمها غير من العدد ديال الناس اللي داخلين، كيبان ليا غادي وكينقص ولا قليل كيكون الكونيكسيون ثقيله واللايف كيتقطع. قولوا لي واش صوتي مسموع مزيان، واش الكونيكسيون مزيانه. عاد نبدا، ما كتبانيش شوي، ما كنبانش هي انا شويه. ما عندكم ما ديروا بوجهي اصلا، المهم هي الهضره. حنا عندنا 12 لاروب، نتوما عندكم 9 لاروب في المغرب. مازال الصوت مزيان البنات، كونيكسيون مزيانه، سوبر. اوكي، ويلا لا هاد اللايف جات هو على غفله قبيله في لي ستوري. كنقول لكم زعما على السهوله، الحياه ساهله، حنا كنبغيو نختاروا تماره، كنبغيو العسر. واحد البنت قالت لي كون غير شرحتي لينا ولا هضرتي لينا على السهوله ديال الحياه بالنصائح ديالك وزعما بطريقتك. قلت لها هي الاولى، نصلي العشاء وانا معاك ندير لك لايف. داكشي علاش غنهضروا على اليسر والسهوله في الحياه، ولكن قبل كل شيء بغيت نسولكم الناس اللي حاضرين معنا هنا، شنو اللي كيجيكم صعيب في الحياه؟ فين لاقين الصعوبه؟ فين لاقين الصعوبة في حياتكم؟ الحياة لعب ولهو، فين لاقين الصعوبة في حياتكم؟ التعامل مع الناس، وي أول حاجة كنظن كنتسنى أنها غتجي هي هادي. بلاتي نكتب الموضوع، الحياة سهلة، اللهم يسرنا لليسرى. التعامل مع الناس، هذه جوج المرات وهي كتجي التفكير، لقيت صعوبة في السكن، قهرنا كرا، اوكي، التفكير، ما هو علاج المعدة والقولون؟ سير عند الطبيبة اختي، انا ماشي طبيبة. التعامل مع الناس، اتخاذ القرار، الانضباط، التعامل مع نفسي، الحياة صعبة جدا. الله 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 الله، رجاء الروتين والضغط النفسي والتفكير فراسكم، ما كاين ما سهل من الروتين، ماشي مشكل. التعامل مع الناس للمرة الثالثة، الاستمرارية. اوكي، الناس اللي قالك كيجينا التعامل مع الناس صعيب، فين كتلقى صعوبة في التعامل مع الناس؟ الناس اللي قالك استمرارية، شنو هو الحاجز اللي بينك وبين الاستمرارية؟ كاع اللي كتب شي سؤال انا كنقول لك سؤال اخر جاوبني عليه، شنو اللي مخليك ما تستمرش؟ فين لاقي الصعوبه باش ما تستمرش؟ شنو اخر اللي قالت لك الحياه صعبه جدا؟ قول لي فين لاقي الصعوبه. الانضباط نفس الحاجه ديال الاستمراريه، شنو اللي مخليك ما تنضبطش؟ شنو اللي مصعب عليك الانضباط؟ اتخاذ القرار، شنو اللي مصعب عليك تاخذي هذا القرار؟ التعامل مع نفسي، فين لا فين واحلة مع نفسك؟ فين واحلة مع نفسك؟ نحبس راسي نفكر في كل شيء. اوكي، شنو اللي مانعك انك تحبسي راسك تفكري في كل شيء؟ كنظن واقيلا على داك الشيء السلبي واقيلا ولا ما عرفتش. المهم الضغط النفسي، اوكي، كلكم هذاك الشيء اللي كتبتوا لي شنو الصعوبه فيه اللي لاقين؟ كنتسنى الأجوبة ديالكم. البنت اللي قالت لك التفكير الزائد، شنو كديري في حياتك؟ شنو الروتين ديالك اليومي ملي كتفيقي حتى تنعسي؟ باختصار العيش بدون أم، شنو الصعوبة اللي لاقية في الأمر؟ نفسية ولا مأثرة لك على حياتك كاملة؟ تعلمي أنت يا ماما الحمد لله الحياة سهلة،
نعيش بدون ام اصعب حاجه اختي. هذيك مشاعر ولكن كنهضروا على الحياه واش صعبه، ما كنهضروش على احساس فقدان الام والعاده، هذوك كل احاسيس مختلفه. الحياه اللي كتعيشي كل نهار ما علاقه فقدانك لامك، نفهمك الا كنتي دريه صغيره وباباك تزوج عليك وجاب لك شي مره شريره مصعبه عليك الحياه وانت باقا صغيره، كنشير لهاد النقطه صغيره. الا كبرتي ما غنعذركش، الا كبرتي ما غاديش نعذرك، حيت تقدري تنقضي حياتك وتقدري تدافع على راسك وتقدري تخرجي نيابك. كنهضر على بنت صغيره باقا 10 سنين 12 عام 13 عام 15 قل من 18 وحاقر على مرت الام. نقول لك اختي العيش بدون ام صعيب، ولكن حتى في الحاله ما كيكونش السبب هو فقدان الام، كيكون السبب هو ديك المراه الخايبه، ماشي فقدان يعني الام اللي صعيب، لا لا، كيكون هنا في الحاله مرت الاب الخايبه هي اللي مصعبه عليك الحياه، ماشي فقدان الام. ما بغيتي تسبيها فيها يعني، حتى في الحاله ما عندهاش علاقه بفقدان الام. كنقول انا ماشي شغلي في حتى واحد، خاصني نفكر غير في راسي وداري ولادي. ومن بعد جوج دقائق كنرجع، من رعد كتبت جوج دقائق كنرجع نفكر في هذا وهذا وهذه مسكينه وخوتي وعائلتي. اوف اوكي، بغيت نتواصل معك. كاين الرقم ديال لاسيستونت ديالي في البيو بالنسبه اللي باغي التواصل، بالنسبه للتواصل اللي باغات غير تهضر معايا هنا في انستغرام، اللي باغي ياخذ رونديفو ولا يتسجل في لاتوليي اللي يمشي لذاك الرقم عافاكم ما تلاهيوهاش، عندها ضغط كبير. الله يسهل عليكم، شكرا لتفاهمكم من دام. ماما يلاه ماتت هادي عام وانا عندي 25 عام. ماما كي ماتت كلشي ظلام في عيني، كي ما عندهاش علاقه بصعوبات الحياه. سمحي لي يا حبيبه، البركه في راسك، الله يرزقك الصبر، الله ينور حياتك. ولكن انا ماما عام باش ماتت، عندي 24 عام اونص، شهر 5 نكمل 25. الحياه سهله، سمحي لي، الحياه بالعقل سهله والحياه بالقلب صعبه. اكزاكتومون، فهمتي الحياه. كنلقى مشكل امام الناس كنحشم بزاف وماشي شجاعه. اوكي، هذا هو اللي مصعب عليك. تاجيل والمماطله. اوكي، اتخاذ القرار كيجيني خصني ندرسو مزيان، في الاخير كنقول عندك ما تصدقش. عندي احساس بان اغلب الناس اشرار وكيديروا اشياء كدار وكيتسناو منك بزاف ديال المعايير. اوكي، لا لاحظتوا تفكير زائد، لا لاحظتوا لحد الان كاع الاجوبه. الامر بمن كيتعلق هنا، ما عندوش علاقه بالحياه. انا اش قلت لكم قبيله؟ الحياه سهله، حنا اللي كنبغيو نصعبوها، حنا اللي كنختاروا تمارا. نفس الحاجه عاودتو جاوبتو عليها، ثبتوها ليا. الحياه سهله، انت اللي مختاره تفكري في كل شيء. بالنسبه لي قالت لك كنلقى راسي كنفكر في كل شيء، اللي قالت لك تفكير زائد، عندي فراغ الدار ومقابله ولد وبنيه. بالنسبه هذه اللي سولتها اش كديري في حياتك، عرفت غادي يكون عندك فراغ، ما يمكنش تكوني مشغوله وعندك تفكير زائد، ما يمكنش. غيقدر يكون عندك على مشاغلك كتفكري في خدمتك ولا لي زاكتيفيتي اللي كديري، ولكن ما يكونش ضارك وتفكير مفرط وخايب في الفراغ. دونك عمري الفراغ ديالك. نكملوا، وحده قالت لك القرار انا اللي كنبقى ندرسو هكا. شوفي انت، انت اللي مصعبه على راسك عاوتاني الامر، لاحظي انت اللي مصعبه على راسك اتخاذ القرار. اما هو راه سهل بيان سو خاصو انه يتدرس، ولكن بما انك شايفاه مشكل قلت لك خاصك تبقاي تدرسي، وفي الاخر عاوتاني كتجي كتقولي ما يمكنش، يمكن ما يصدقش ليا. انت اللي مصعبه على راسك وكتحاولي تشوفي الظلام في هذاك القرار، ما كتحاوليش تشوفي. راه ضروري حنا خصنا نشوفو الجانبين بجوج، خاصك تكالكولي لي ريسك وخاصك تشوفي الايجابي والخايب والزوين وهذا، باش تعرفي تجاغي المشاكل اللي يقدروا يجوك من بعد ما تاخدي داك القرار. ولكن ما كنصعبوش على راسنا، نتوما خذوها منين خفافت. عرفتوا شحال زوينه هذه الجمله؟ تهزها منين خفات خفافت. رخفوا النفس في راسكم، عجربوا جربوا، الله يحفظكم، سيمانه جربوا رخفوا النفس في راسكم. والله الحياه عرفتي من الراس حتى الراس سهله. دابا مثلا كتلقاي غير ام مع ولادها،
نقر هذا خو هادي كتغوت الدراري عندهم 4 سنين الاخر عنده 6 سنين الروينه وكتغوت كون داكشي اللي تغوتيه تجريه والله ما يوقع هكا. تابعاهم من الصباح الدار كتجمع 7 المرات كل مره دوز لاسبيراتور فما تخوش حاجه تجفف هادي ما جاي عند الله ضياف لا والو ولكن هي باغا تماره. بالعكس الا خليتهم غير يلعبوا وتمشي تصنط العظام هي كتبقى عينها عليهم على الخطر على الخطر باش متبقاش شي حاجه وتخليهم يتناقضوا حيت هذاك هو النورمال غيلعبوا غيغوتوا غيجروا غيلعبوا يديروا كثيران في الدار غتنعسيهم من جوج حتى الربعه غادي تضربيها بواحد الجميعه خفيفه الكوزينه ولا شي قنت عاوتاني في الليل غينعسوا مع 8 غادي تكسيري لي على الدار كامله تنقيها وتحطي العشاء ويجي راجلك وتصانط العظام كتي وراجلك وتفرجوا في شي فيلم بهاد البساطه بهاد البساطه فراسكم. انا عشت الصعوبه صعبت على راسي الحياه واحد المده كتلقاي راسك واكتشفت الحمد لله في مده قليله من وراء الولادة هذه. المهم هي في عده مجالات الحياه ما يمنع عطيت المثال على هذه غير فاش تزاد ولدي فاش بدا كيتمشى شويه والروينه تخيلوا ما كان يجلش النهار كامل طيح المخده نعاود نرجع لبلاصتها جاب لي جر لي لاناب ديال الطبله نعاود نغطي الطبله وعاود يجر من وراها دقيقه دار هادي نتبعو في هادي دار هادي النهار كله ما كنجلش قسما بالله في الاخر ديال النهار فاش كنعس ولدي كنعاود ندير واحد الميناج شامل للدار حيت كتكون باقا حالتها. مني في الاخر اكتشفت ان مجدة جلسي كنجلس انا شاده التلفازه انا كنلعب معاه هو يرون وانا نرون كنعيش الحياه هو يرون وانا نرون هو ينقص الناموسيه وانا نقص معاه هو يجري وانا نجري هو يلعب وانا نلعب والدار كتشطح كتغني العلوه العلوه في الاخر خدمه وحده عرفتوا ديك التماره ديالك كديري 180 خدمه خدمه وحده خدمه وحده كينعس مع 8 الليل رق 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 الدنيا كتردها كتشعل وكتجلسي وتصايبي واحد القهوه ولا تيزان وتجيب لي اختي شي فيلم ولا شي بودكاست والحياه جميله وسهله. وديك الجمعه ديال اللي سبحان الله ملي كينعس ما عرفتش كتكون فيها البركه وما ولا كتكون في كنتي الحماس مع داك الكالم من ورا داك النهار كامل كيكون الكالم كلشي ناعس ولا هو نعستيه الدار خاويه دغيا كدوري بالدنيا وتجلسي. دابا قولي لي واش في هاد الناحيه مثلا عاد ديال الاولاد واش الحياه سهله ولا لا؟ سهله من هاد الناحيه اللي كتقول لك الامومه صعيبه. الامومه ماشي يعني امومه شي حاجه اساسيه مهمه دور مهم 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 في الحياه كتربي الاجيال يعني نقدر نقول لك النفسيه ديال داك الطفل اللي غيولي في واحد شخص في المجتمع عنده 20 عام 30 عام يقدر يكون مضر يقدر يخرج لينا بسيكوبات مجرم شفار شمكار ويقدر يخرج معقول مهندس راجل ولا رجل امن اللي ينفع البلاد ولا هادي ولا هادي. هاد الشيء كيرجع للام والاب والمدرسه كيرجع للاب والام والمدرسه. ونقدر نقول الا كنتي انت اللي كتجلسي مع ولدك ما خدامش مثلا مقابله ولدك في الدار كيرجع لك الامر بشده بشده بشده. المشكله فاش انت كتصعبي على راسك الحياه هذه احنا بقينا في هذا غندوزو الامثله اخرى فاش كتصعبي على راسك الحياه من ناحيه مثلا تربيه الاولاد راه هو المشكله اش كديري مصعبه على راسك الحياه خابطه جنابك ناتفه شعرك ما مهلياش في راسك حالتك كدوشي مره في السيمانه تمشطي شعرك من الحمام للحمام والدار كتشطح المشكله كل نهار كتشطح والمشكل الكفس النهار كله انت كتغوتي النهار كله انت كتستحقري دوك الدراري وتعايريهم هذاك حاشاكم سمحوا لي على هاد لي تيرم داك الحمار جلس هذاك القرد فعل هذاك هذا جلس وكتحط في النفسيه ديال الدراري ما درتي حتى حاجه في الحياه لا انت هي في خير لا ولادك في خير لا الدار في خير. تخيلي انت مصعبه الحياه عليك وما انت في خير لا انت لا دوك الدراري لا ديك الدار. الا جينا نشوفوا العكس ام هدنا النهار كامل وهي كالم الدري كينقص كيطير بيان سور الا دار شي قله الادب شي حوايج اللي خاصك تدخلي كتدخلي بطون صوت بنبره هادئه ولدي هادي عيب ما كدارش غير قبيله ولدي جا قال لك بغى الفلوس من عند بابا بابا قال لي حتى الغدا ما كاينش الكاش كاين غير فلاكار تقريبا هنا كنخدموا بلاكار فحال الحانوت كلشي بلاكار. هو يبدا كيضربوا الايدو فين كنديروا خاتم بدا كيدير لي ولا عطيني فلوس غير هكا كيضربوا
ويقول ليه راجلي، قال ليه عيب عيب، بقى هكا كيضرب شويه. قال ليه شوفوا بنبره صوت ما كاين لا هو لا داك الحمار يا داك الفاعل ما كاينش. قال ليه مارت الا بغيتي فلوس ما ك... قال ليه علاش دابا كتضربني، كتسولي الدري علاش كيدير هاد الحركه، تعلموا تسولوا هاد السؤال مهم، علاش دابا كتضرب؟ قال ليه، قال لي حيت بغيت الفلوس. قال لي الا بغيتي الفلوس ما كيطلبوش هكا، الفلوس كيطلبوا بالكالم بشويه، غتقول لي بابا بغيت الفلوس اوكي ما سمعش بقى كيضرب. حنا ما كنقولش لكم ان انت ملي غتضرب نبره هاد الدري غادي يولي مالك، لا بيان سور كانو كيختلفوا ردود الافعال. الدري بدا عاد ما زاد كيضرب وكيكسر وكيبكي، ويعطاه عقوبه، مشى حدا الحيط ودور وجهه كيشوف في الحيط، بقى هكاك واحد 5 دقائق. قال لي هاد العقوبه حيت ما سمعتيش ليا، قلت لك كيفاش كيطلبوا الفلوس بهدوء وبنبره صوت سميتو، وما كنضربوش الناس اللي كبر منا، وما كنضربو حتى واحد وبالاخص شخص كبير ولو بالضحك ما غتضربوش. قال لي داكشي علاش خديتي هاد العقوبه، تمن العقوبه شرح ليه علاش العقوبه خداها. سالت ما طولش لي واحد 5 دقائق 10 دقائق، ويقول لي صافي اجي، ويجي حدايا مارت عرفتي دار لي بايدو هكا، ماما ماما قلت لي شنو؟ قال لي بغيت الفلوس. قلت لي واخا غدا، قلت لي علاش بغيتيهم؟ قال لي غادي نحطهم تحت المخده وغدا غنمشي للحانوت ناخذ ليك بهم كادو مسكين. قلت لي صافي ماما راه ما كاينينش، كاين في لاكارت، غدا سير وخلص بلاكارت، انت سير مع باباك وخلص بلاكارت صافي. لا انا ما كنبانش، قالت لك واش ما كتبانيش ولا ما خدامش عندي اللايف؟ لا انا ما كنبانش. فهمتوا صافي الدري في البلاصه فهم الدرس، وسير دابا كون ضربه قسما بالله. شوفوا راجلي كان باقا كنحاول مع راجلي باش يرد البال لطريقته ديال التعامل، انا نربي هو يخسر، ماشي كيخسر ولكن باقي ما عارفش واحد المبادئ ديال التربيه. كان كيضربو حتى هو كيشحطو هكا ايدو ديال لا ما غديرهاش، الدري كيزيد يجهل ويبدا يكروشي ويبدا يضرب في بابا. واو هذا العصيان، خلوه تواركا عصيان التمرد. شوفوا العكس دابا، الدري دغيا فهم الدرس، المره الجايه ملي جا طلب الفلوس طلبهم بهدوء. والمره الاولى راه شرحنا ليه، قلنا ليه راه ما كاينش الكاش، كاين لاكارت غدا ديهم من الحانوت، ما بغاش يفهم بقى كيضرب. ملي خدا العقوبه ورجع قلنا ليه غدا تمشي بلاكارت تخلص، قال لك اوكي. ما عاودش معايا الهضره، والحياه ماشي سهله، بقيت غوتي وتجعوقي وتعصبي في راسك وتطرطق لك شي عرق في دماغك، وتطرطق لك المراره والطونسيو طالع والسكر طايح. الحياه ماشي سهله، عقولي لي حنا دابا باقيين في مجال التربيه، حيت بزاف البنات كيعانيو من التربيه ديال الاولاد، وكيدخلوا عندي يقولوا بزاف كتقول لك انا فاقسيني على ولادي مسطيني نعت في شعري كندب وهادي، وشي تربيه ما كايناش. هادشي ماشي انا كنقولو، هما كيقولوه، كتقول لك راني النهار كله وانا ندب وانا نضرب وانا نغوت وانا نعير، وشي تربيه والو ما كيسمعوش، وراه ما حدك باقا انت مصعبه الحياه عليك وعليهم، راه غيبقاو هكاك. ونزيدك واحد الحاجه، دابا راه ما راه والو هادشي حبيبتي ديال 4 سنين وخمس سنين، خدوا هاد المعلوم. الدري فاش كيكون عنده 4 سنين 5 سنين 3 سنين وانت كضربيه، الانسان ما كيهزهاش منين تقالت الحياه سهله جدا، والله حتى الحياه سهله بالله. المهم الدري ملي كيكون عنده 4 سنين 3 سنين وكضربيه، لا انت لا بابا كضربيه كتعيريه شنو، ولو بدون وعي في عقله الباطن، انا ماشي قدك اماما، كتافي ماشي قد كتافك ابابا ولا ماما، انا صغير عليكم بنيه صغيور وحقرتو عليا. هذا هو الدري اللي كيبدا كيتقادو الكتاف فاش كيدير 15 عام ويبدا يخرج عيني في بابا وفي ماما، بقى لي عيضربهم. وكاين اللي كيضرب، كاين اللي كيبدا يدوفر في بابا، كنسمع هاد القصص بزاف في الكروشيات، هذا كيقول لي جاب الله انت بابا، والله حتى حشمت منك حيت بابا، شوفوا اللونغاج كي داير. منين كيجي هادشي في الاخر يقول لك ما مربيش، شكون اللي رباه؟ جنون، حتى اللي ربيتي انت تحصد الثمار اللي زرعتيها في الدري من عنده 4 سنين. الدري بدون وعي حقرتي عليه هو صغير، فاش كيدير 15 عام كيشوف راسو بدون وعي الكتاف تقادو، ودابا نقدر ندافع على راسي، حقرتو عليا دابا غنخرج عينيا. كوني اكيده الدري كيتزاد بونجه بونجه ناشفه، غطستيها في القطران بالدارجة حتى مغربيت، غتعصريها في شي كاس غتخرج لك القطران، بغيتيها تخرج لك الذهب، غطستيها في الذهب شربت الذهب غادي تعصريها، غادي تعصري الذهب صافي فقط. يعني اي نتيجه كتشوفيها من ولدك، بيان سور كنعاود نقول لكم حنا في واحد العصر صعيب، حنا في واحد العصر صعيب، كتربي معانا السوشيال ميديا، كيربي معانا المدرسه،
الاساتذه الا كانت غا استاذه جايه معصبه وتجي تنفخ على الدراري حتى هي راه كتلعب دور الشخصيه ديال الولد كرب، ولكن على الاقل واحد 50% ديك التربيه نورمالمون كانت كثر، ولكن دابا ولات غير 50% التربيه ديال الدار، 50% في لونطوغ الزنقه الجيران جداه جدو خاله خالو خالته المدرسه الدراري اللي معاه في المدرسه الاساتذه ديالو، ولكن على 50% هالعار تقدري تغلبي، تقدري تغلبي بهذيك 50% اللي ديك البيريود اللي الدري باقي ما دخلش المدرسه 3 سنين 4 سنين معاك في الدار وحسن اختيار المدرسه فين غتدخلي. الدري ورقه بيضاء كيتزاد، داكشي اللي كتبتيه فيه ردي البال هادي، داكشي اللي كتبتيه في ديك الورقه البيضاء غيقراه الدري فاش غيكبر. سالينا كتبتي شي حوايج زوينين، عادات زوينين، معتقدات زوينين، افكار زوينين، اداب وطريقه الهضره وطريقه الجلسه وطريقه النوضه زوينه، طريقه التعامل زوينه، الدري هادشي اللي غيقراه في المراهقه وزيد القدام وحتى يكبر، كتبتي ليه شي حوايج مفلسين داكشي اللي غادي يقراه. سالينا والتربيه سهله على اللي كتظنوا قسما بالله. علاش سهله؟ حيت سيروا دخلوا عند اي بسيكياتر بسيكولوج ديال الاطفال، اي بسيكياتر غتلقاه كيقول لك ما تجعوقيش، متفقه معاك 100%، راه داكشي اللي كاين. شوفوا غتلقاه كيقول لك ما تجعوقيش، ما تعصبيش راسك، ما تغوتيش. شتي فاش الدري كتعطيه عقوبه وكتقولي سير لبيتك وغتقول لي دابا فات الحال وصعيب الحال، كنتفق معك من واحد الناحيه ماشي فات الحال، عمر ما كيكون فات الحال، ولكن غتكون التربيه صعب الا بديتي هادشي حتى 10 سنين من صفر حتى 7 كتبنى الشخصيه ديال الطفل. يعني البنات اللي باقي ما ولدوش اللي غيولدوا اللي عندهم وليدات عام عامين غيستافدوا. فقلت لكم مني الدري كتولد فيه العقوبه في الصغر يدير 18 عام غتقولي سير لبيتك غتحيدي لي التليفون ما غيهشفك العين، ولكن الا انتي تصاره من الصغر غتلقاي صعوبه، بيان سور غتلقاي صعوبه. فاللي قلت لكم كيفاش التربيه سهله، شتي فاش كتعطي عقوبه راجلي كان كيبقى يغوت، ولدي كيبكي في البيت وانا ملاحظه كيدوز من مراحل، في الاول كيبدا يبكي شي شويه كيبدا يغوت شويه كيبدا التمرد وخرجوني وكيخبط كيخبط كيخبط في الحيوط والماريو كيضرب شويه كيبدا ديال صافي كاينين يسخف شويه كيسكت شويه كيبدا يغني، انا المرحله اللي كيغني فيها عاد كنسكتو، المرحله اللي كيسكت يعني تقبل، ملي كيبدا يغني صافي تقبل الواقع وتعايش معاه ما بقاش كيتمرد، ولكن ضروري هو انك ما غتخرجيش من العقوبه في مرحله التمرد والعصيان. عصيان خلوا توارك ما عرفتش واش كنقولوا لا حنا عصيان، ما كنخرجوهش من العقوبه الدري، ما كتساليش العقوبه وهو كيغوت ويبكي حيت كيفهم انه اي حاجه يديرها غيبكي ما غيتعاقبش عليها، والدنيا ماشي هكا اختي، الا مشى دار شي جريمه وقف في المحكمه ما غاديش يبكي 10 سنين ما غيبكيش عليهم يحيدوا لي العقوبه، الحياة ماشي هي هادي. الا مشى تدار كوارث في التعامل ديالو مع مرتو ومشات تدعاته باش تطلق ماشي غيبكي عليها غتسمح ليه، ماشي كلشي، خاصو يتعلم بان اي حاجه خايبه عندها عقوبه. واللي قلت لكم علاش سهله ما تغوتي ما ت... قلت لكم راجلي اش كان كيبقى يدير، كيبقى يقول لي اسكت ولا غتبقى تما النهار كامل اسكت مات ما تغوتش، وانا كنقول لي واعي عباد الله اسكت ما كتسمعوش، ما كاينش ما كاينش. شتي فاش تعطي عقوبه والدري سوا كيمشي لبيتو سوا كيدور يشوف في الحيط سوا كيجلس ورا الباب سوا، شوف العقوبه اللي كديروا ليه، اي عقوبه عطيتيه ما تبقايش تابعه بالهضره، عارفه غيفرع لك راسك الله يجعلك ما ديري ليكيت، ولكن يكونوا عينيك عليه، ديري ليكيت ما كتجاوبيش العقوبه احسن من العصا. شوفي كوني اكيده ان الدراري اللي كياخذوا عقوبه كيترباو احسن من العصا، هادي ما ياخذكش فيها الشك، والدراري اللي كياخذوا عقوبه كيخافوا اكثر من اللي العصا، حيت كيموت الحموم على العصا وكيوليو يتعاندوا العصا، الدراري اللي كياكلوا عصا عا ما كيزيد يتعاند مع والديه، واللي ما كيتعاندش وكتقول لك لا اختي والله ولادي ما يهزوا فيا العين كنقتل مع صاحب الطرحه ديال العصا كيجلسوا، هادو كيكبروا بلا شخصيه، ما نبغيها الولد حتى مسلم، لا مسلم لا كافر، ما نبغيها الولد حتى مسلم يكون بدون شخصيه، شويه غيمشي عند مرتو غضربوا مرتو. فقلت لك تخيلي معايا ما عندكش العناء حتى ديال تبقاي تغوتي وراه، صافي انتي عطي العقوبه مشى لبيتو كتسكتي حتى تسمعي ولدك كيغني ولا سكت من البكا عاد كتجيبي عاد كتقول ليه فلان صافي تفاهمنا ها علاش خديتي العقوبه ودابا حيت سكتي ما بقيتيش كتغوت غنخرجك وكتخرجي.
صوتك كيتبدل بحال روبر على انستغرام. شوفوا انا بعدا سهلت عليا الحياه من هاد الناحيه ديال التربيه، وهادي بديت بها حيت اهم حاجه كنظن كيهضروا معايا بزاف النساء المتزوجات والدين عندهم التربيه. تقريبا كلهم قال لك تبعناك ملي كنتي حامله، كنا حنا حاملات، كيقلبوا على كونتوني ديال الحوامل وعلى هذيك شنطه الولاده وداك الشيء. كلهم ولادهم جينيراسيون ديال ولدي، كلهم ولادهم 4 سنين 3 سنين 5 سنين، فهمت يعني نفس المرحله. وبزاف نقدر نقول شي 30% اش من 30 شي 70% من البنات اللي متبعيني مزوجين والدين تقريبا ولا 60%. دونك هذه وحده. الموضوع الثاني اللي كنظن اللي قلتو التعامل مع الناس، هذا الموضوع اللي كيقولوا البنات اغلبيه بزاف الوحدين قالوا لك بلاتي كنقلب على شي ستيله نجمع شعري جاني الصهد. بزاف البنات قال لك كنلقاو الصعوبه في الحياه مع التعامل مع الناس. عرفتوا التعامل مع الناس اكبر صعوبه دايره عليكم شنو هي؟ بيان سور في اعتقادكم نتوما الناس، واحد الناس سلبيه، واحد الناس فاعله، واحد الناس تاركه، ولكن لا نتوما. علاش نتوما؟ حيت اكبر مشكل كيخليك معقد مع الناس هو انك تحاول تثبت راسك، هو انك تحاول تقنع الناس كلهم على انك انسان مزيان وعلى الصوره المزيانه اللي عندك. حسنا على وراسنا، راسنا ثم راسنا، اللي جاك جاك من انفسكم، راه مذكوره في القران. اي ضرر جاك يعني مذكوره في القران واحد الايه ما عقلتش عليها. المهم اي سوء جاك فهو من انفسكم، ربي قال عليكم. ممكن ندخل معاك عندي تدخل صغير، تفضلي مرحبا. فقلت لكم اللي مرضكم في حياتكم راه ماشي هادشي، اللي مرضكم في حياتكم ماشي الناس، وانما هو انكم نتوما كتحسوا بداك لونفي انكم تبتوا راسكم لكل شيء، انك مزيانه وانك بنت الناس وانك ما كتهضريش في الناس وانك زوينه وانك ظريفه وانك هذا داكشي. علاش كتدخلي هادشي اللي مخليك اصلا جالسه كتفكري في فلانه ويلي قالت عليا كذا، قالتها لفلانه ما عرفتش شنو كتفكر فيا دابا، وخاصني نمشي نثبت للاخرى، وقالوا قلتي لا هذيك قالت لك انا ماشي هكا ولا هادي ولا كاع. الا ما كنتيش كتدخلي في هاد النقاشات والجدالات، وانا عارفه بزاف الناس واقين واحدين في الجدالات، نقولوا كاع ما بقيتيش كتدخلي فيهم. كيجيك الاوفر تينكين في الدار جالسه كتخمي فلانه اش كتفكر فيا، فلانه اش قالت عليا، فلانه اش دارت فيا. والله تهني وراسكم من هاد القضيه، وربي عارفك شكون انت وانتي عارفه شكون انت. سولي راسك ديما هاد السؤال غيعاونك، اشنو غنستافد الى فلانه تيقات انني انسانه مزيانه؟ فهمتي السؤال؟ اشنو غنستافد الى فلانه تيقات انني انسانه مزيانه؟ اش غتلقاي راسك؟ ما غتستافدي والو، ما رابحه حتى حاجه. دونك الى ما رابحه حتى حاجه انا لاش ضاره راسي؟ عاودي سولي سؤال تاني، انا اشنو غنخسر الى هاد السيده ما تيقاتش انني انسانه كذا وكذا؟ اش غتخسري؟ عرفتي ديك المثل المغربي ديال واش الهضره ديال الناس كتلصق فيك؟ عرفتيها؟ حسنا على انا مالي وهي مالها اكزاكتوم. عرفتي داك المبدا اللي قلت لكم ديال انا مالي وانت مالك؟ انا مالي وانت مالك، انا مالي في حياتك وانت مالك في حياتي. والله تلقاي غدا بهذا المبدا ديال فلانه كتفكرني انا بنت الحرام، والاخرى كتشوفني انا نفعه، والاخرى كتشوفني فاعله، والاخرى حيت شوفي وعباد الله ما عقلتش ان نبي من الانبياء، واش سيدنا موسى عليه السلام، ما بغيتش نغلط، نبي من الانبياء قال الله سبحانه وتعالى كف السنه الناس علي، قال لي ربي ما درتهاش على راسي. وعباد الله ربي ما كفوش عليه، وعباد الله وهذه كيفاش نشرحها لكم؟ وربي ما كفوش عليه الهضره، الانبياء ما خلوش فيهم. سيدنا موسى قلت صحيحه اوكي شكرا امينه. ربي ما خلوش فيه، الانبياء كلهم ما خلوش فيهم. واش كتسناي؟ اش كتسناي؟ لا شوفوا الايه، عليكم انفسكم لا يضركم من ضل ان اهتديتم. شدوها منين ما خفافت وهزيها منين خفافت. مثلا
اللي كتقول لك انا دارني راسي اللي صعيب عليا في الحياة فراسكم. والله ما المشاكل اللي صعاب، شي مشاكل سواء في الخدمة، سواء في العلاقات مع الزوج، سواء في العلاقات مع الناس، سواء في العلاقات شنو نقول لكم، خدمة، مدرسة، والله ما المشاكل اللي صعاب. راه هذاك المخ ديالنا حنا اللي كيبقى يدور بالليل وبالنهار على داك المشكل اللي صعيب. راه غير داك مخك اللي بالليل وبالنهار كيبقى يدور، يدور هنا ويدور هنا ويدور هنا ويدور هنا على داك المشكل، هو اللي مصعب عليك الامر. المشكل في حد ذاته ماشي كبير بديك الدرجه اللي انت كتكبري في مخك. فهمت؟ المشكل في حد ذاته ما كتلقاش كبير كيف ما مكبره انت في دماغك. سولي راسك عاوتاني هذا السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. سمحي لي نكمل غير هذه وانا معك. اكيد اكيد. غادي تقولي واش انا الا بقيت كنفكر ولا بقيت كنبكي ولا بقيت كندب على هذا المشكل واش غيتحل؟ واش هذا الشيء غيحل لي المشكل؟ لا. المهم نكملوا من بعد. سلام، سميتك زين بوقيله. يا زينب، السلام عليكم. وعليكم السلام. المهم شكرا بزاف دخلتيني معك، وسبحان الله انا ما تنكونش فايقه في هذا الوقت، وصدفه نعت وليدات وفقت، وسبحان الله العظيم ورجعت نشوف ديغنييرمون، وصدفه دخلت وطلت منك ندخل، مي فريمون هذا لو سوجي سام توش انورميمون، وعندي واحد جوج كلمات ما نطولش عليكم بزاف. مرحبا، الله يودي خذ راحتك. نتمنى تكونوا كلكم على خير. ورسالة عندي بسيطة نوجهها سورتو لي فام، لا فام ماروكين، المرأة اللي تنشوفها هي اكسيبسيونيل، وانت تبارك الله عليك سي ان اكزومبل، زعما ما شاء الله، زعما جو سوي فيير دو توا، زعما ما شاء الله كنت نتبعك من شحال هادي وتنشوف لافونسمون كومون توي افونسي في حياتك، وسبحان الله دائما ملي كتشوف واحد المثال زوين وزعما اون فام اللي هكذا كلامها كله فيه بزاف ديال المعنى، فاكيد دوزات بزاف ديال الحوايج في حياتها، ماكم دروسهم في حياتنا ما كنوصلوش لواحد النتيجه غير هكذاك. هو تجارب الحياه كيعلمونا سي سور. وتنظن لي ماما، زعما لي ماما تنقول اون ماما، عندك بزاف ديال عندك بزاف ديال لا شانس، حيت سبحان الله دائما ولادنا سانو بوست، يعني هو عادي، يعني الناس كي افونسي وتندوزو بزاف ديال المراحل وتنبداو نخدمو على راسنا، مي تنظن الوليدات ما تيجوش صدفه في حياتنا وكيكون عندهم رسائل لينا نورمالمون. اسمح لي انقطع. اكيد نورمالمون كيقول لك الوليدات اصلا ما كيجيش باش ما يطيعك ولا سمعك، كيجي باش يعلمك الامومه، باش يعلمك كيفاش تادي رسالتك ديال الامومه. أكيد. يعني انت خاصك تركزي تما اكثر على لا الدري خصني نشوف فيه يقطع الحس، لا خصو يفهمني غير من عيني، خصك تركزي اكثر على الامومه ديالي انا كيفاش كنأديها. بصح عندك الحق، متفقه معك صح. وهو سبحان الله كل 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 مراه والوليدات ديالها الرسائل ديالهم تيكونوا مختصين لهذيك لا ماما بالضبط، غير زعما احيانا الله تيوفقنا ان احنا نشوفوا دوك الرسائل ديالنا. انا عندي بنيته وليد، عندي شعمه، وسبحان الله العظيم بنتي انا كانت اون كوبي ديالي، وتماك انا فاش جاتني بنتي كنت في صراع كبير مع راسي ديال ما كانش عندي وحده. عندي بنيته وليد، عندي شعمه عندها 5 عام، عندي الوليد صغير عنده 3 سنين. الله يخليهم. امين ربي يبارك الله فيك ويخلي لك وليدك. وسبحان الله شامه كان الرساله ديالها مختلفه تماما على ولدي، هي كانت تتقص فيا هذاك لافوا اللي عندي الداخل ديال واحد الضعف ديالي انا كامراه، والضعف ديالي كام، وزعما بحكم انني انا عايشه في فرنسا وداك الشيء ديما كنت نحس بزاف. الله ديما الاول كيدير هكا حتى انا مع مرت وقع لي سبحان الله. لا بزاف اللحظات كاع الناس اللي عاقلين على يوتيوب كنت كنجلس نبكي كنحس براسي ما قاداش سبحان الله. وكنت نشوف فيها هي كانت ما كتهضرش حتى هي بزاف، وكانت وتنقول لدرجه انني فاش دخلت ليكول كانت تقول لي لا ميتريس زعما الي ترو تيميد وخصنا نديرو ليها زعما الا قدرتي تشوفي شي بسيكولوج ولا شي حاجه. مي سبحان الله انا الوقت اللي بديت تنخدم شويه على راسي تنشوف انا بنتي ال شانج افيك ما بدات تتبدل بوحدها، انا تنتبدل وهي تتبدل معايا. ولدي رد عليك على هاد الجمله وحق الله ما عرفتش واش شايفه لي لايف كاملين مع واحد اللايف كنقول لها خاصك بالضبط الشيء الا ما عندك هدف في الحياه كنقول لهم على قبل ولادك خاصك توعي باش تكوني ام واعيه باش تربي لينا طفل سليم للمجتمع. يعني الا ما كان عندك حتى هدف كاع خاصك على الاقل توعي راسك وتخدمي على شخصيتك، حيت يعني كتاثر على الطفل ديالك بواحد الطريقه حياتيه. اكيد 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 هو اختارك كأم ليه،
وهذاك الاختيار ماشي راه شي حاجة كبيرة، حيت حنا للأسف كبرنا تنسمعوا الوالدين، أنا ولدت كان جبتك للدنيا، أنا درت ليك، أنا صرفت ليك، نو بعيد كل بعد، راه هو راه جا راه دار فيك واحد، راه مشاركين بزاف ديال الحوايج قيمين كبارين بزاف، ماشي هو انت تدري فيه خير ولا تدير فيك خير، نو نو بالعكس، عندكم رسالة كبيرة وقوية بيناتكم. هو الطفل دائما هو خاوي، هو كلين، يعني ما عندوش، إلي با بروغرامي، وانتي خصك انتي تادابتي معاه، انتي تحاولي تنزلي من داك الايغو ديالك وتنسى شويه ديك لا بروغراماسيون. والله شوف، انا كنقول كل ما كانت النيه قويه الله سبحانه وتعالى تيساعدك، والله سبحانه وتعالى تيوريك الطريق زعما بلا ولكن ما كتعرفش كيفاش. ولكن كيكون حتى السعي، يعني كاين فرق بين اكيد ام كتدخل وتقلب على الاقل على فيديوهات صح ديال تربيه الاطفال، وبين ام جالسه غير ضرب وكتسمع غير من الجيران، هزي بصح عليه الصندله يقطع الحس، كتسمع غير دوك النصائح ديال من هنا ومن هنا. وكاين فرق سبحان بين الله ام كتسعى لانها تكون افضل نسخه في الامومه ديالها صح وكتقلب، هذيك ربي كيسهل عليها وكيوريها في غير أكيد لابخر. راه أكيد هذه كتفكرني في الايه ديال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، اللي الله مريض ربي كيكمل عليه، واللي كيسعى للافضل ربي كيكمل عليه في الافضل، ما هذه في فيهاش جميع شك المواضيع ديال الحياه. سبحان الله. وهو الانسان كما قلتي، واحد الكلمه قلتيها، كلام قلتي قبيله زوين بزاف، سي كو كل شيء عندنا لداخل، اذا ما كان كندخلو في صراعات كبيره ديال هذا دار لي، لا هذا جا مني، انا انسان ظريف، انا كندير غير خير، انا وكنبقى انسان حياته كامله وهو في صراعات كبيره مع الاخر، ولكن الاخر راه فقط راه ان بتي ميغوار ديالك، تيجي تيخرج فيك شي هو حويجه زعما انعكاس الداخل لداكشي اللي عندك لداخل. تماما. انا راه واحد النقطه ما عقلتش واش قايله عليهم ديجا، ولا كنقول لهم راه حتى ماشي اي واحد دخل لحياتك، كيدخلوا ناس كيعجبونا ناس ما كيعجبوناش، ناس كنتفاهموا معاهم ناس ما كنتفاهموش معاهم. كيدخلوا بعض المرات واحد الناس تقدري كاع تفاهمي معاه ولكن بحال كيستفزك، كنقول صح لهم حتى داك الشخص اللي كيستفزك كوني اكيده انه كي تو رابيل بشي حاجه اللي عندك لداخل، فعلا سوا شي نقص شي حاجه ما عندكش كتشوفيها فيه، سوا شي حاجه اللي فيك وما راضياش عليها كيفكرك فيها، كونوا اكيدين. فعلا وهذه راه مش حاجه اللي سهله، يعني واحد الباسيونت أكيد معايا هكا بقينا كل حاله كتقول لي، كل حاله ديال الناس اللي ما عجبوهاش في حياته كتقول لي انا كنشوفهم بعقلي الواعي، ناس زوينين محترمين، هذه يعني كل شيء فيهم مزيان، ولكن حنا اش كيستفزوني الله اعلم. ملي جينا كنبحثوا كان بالاسئله هذاك لقات وراهم واحد الاسباب، كاين اللي راجعين المراهقه ممكن يفكرك في الله شخص قديم في حياتك، المهم ما كاينش شي شخص كيستفزك غير هكاك، كل شيء انعكاس لداكشي اللي عندنا الداخل. بصح اكيد اكيد ما فيهاش شك، حتى الظروف، حتى لي سيتوياسيون اللي تنحطو فيهم، حتى الاختبارات اللي تنطيحو فيهم في الحياه، فهذوك كل شيء لسبب. هو الحياه سهله سبحان الله، الجمله جد بسيطه ولكن عميقه بزاف، حيت عميقة. تنقول باش توصل وانك تشوفها سهله وهي فعلا راه سهله. وتنقول بعض المرات دابا انت فاش كتهضري انا تنحس بهضرتك وتنشوف بساطه الكلام والسلاسه ديال الكلام، ولكن زعما راه ماشي بوغ تو الموند، غير هو باش توصل ليها خصك ترجع لراسك. وتنقول انا فريمون اذا ما طبطبتيش على راسك، وبالاخص بالاخص انا زعما تنقول المراه المغربيه سبحان الله، هي عندها بزاف ديال لاموغ كتعطيه، عندها واحد لاموغ انكرويابل، انا ما شفتوش في حتى شي زعما يسمحوا لي الله الحنانة الجنسيات ديال الأم الاخرين، المغربية عجيبة جدا عجيبة. عجيبة جدا، راه ما يمكنش، راه تقدر تحن، كتعرف تحن في الجار، تحن في الراجل، في الوليدات، في العائلة، تتحن بواحد الشكل عجيب جدا، ولكن عندها مشكل كبير مع راسها، مشكل كبير غير مع راسها، ما مع حتى شي واحد، وهاد مع القضية راسها. اسمحي لي، هاد القضية هي اللي كنقول لهم ديما، راهي علاش كيوقع هادشي للمرأة المغربية؟ حيت الشركة اللي عندها كتخوا كتبقى تفرق ليا في العنب والبنان وتعطي لهذا وتعطي لهذا، هذاك الخاطر الشبكة ديال الخاطر كتعطي تفرق وما كتعمرش، والشبكة كتخوا هي فين كتبدا غير تغوت وتنتف في شعرها، صح ما كيبقاش صح عندك ما تعطي، فاقد الشيء لا يعطي. انا أكيد هادشي علاش كنقول لهم ديما نخدم على راسي، ديما نكون أنانية، الأنانية الزوينة ماشي أنانية ديال نعفط على ظهر لا الناس على حساب الناس ندير شي حوايج، الأنانية ديال نعطي وقت لراسي وسط من كاع الأشغال، ندير دي فعلا زاكتيفيتي ليا أنا كامرأة بعيدا عن الكاسكيت ديال أم ولا زوجة ولا فعلا كنة ولا بنت ولا أخت، أنا كمجدة ولا كأمينة ولا كدنيا ندير داكشي اللي كيريحني ولا زاكتيفيتي اللي كنحس بهم كيشحنوني بالطاقة باش تلقاني فعلا ما تعطي مازال. يا هنا هضرت غير على النقطة ديال علاش المرأة المغربية راه هي مليئة بالحب
مليئة مع الحنان، ولكن في واحد كتلقيهم أغلبيتهم كيعيشوا داك الحب بالعصب، لاحظتيها؟ عندهم سلك ولدها ديال في عطلة الغضب الليل، هي الداخلي. راه انا نهار كنت كندير لي فاين ديال الضحك، دايره واحد الفاين ديال الام جالسه كتقول كتبكي، فين كولدي وفين كهادي وانا ركبيتي ومشى لي، انا بغيت غير يرجع للدار، عا كيرجع كتصيفط لي الصنده لهاد البيت، فين كتسيف؟ واش باغي تخرج لي العقل؟ يعني ولاو بكثره الخاطر ما بقاش كيعبروا على الحب ديالهم بالعنف، حيت ما كاينش صح، الخاطر. وعادي جدا، راه ميمكنش منين غادي يجي بهذا الخاطر. هو المفهوم عندنا شويه مخربق، وسي نورمال. زعما انا كنتفهمت توت لي فام، حيت انا تنشوف راسي فيهم واحد الوقت. راه عادي جدا، راه ما يمكنلكش تكون انسان عيان، وراه ما غتقدرش تبغي الناس بطريقه صحيحه، وما غتقدرش العطاء لا لراسك لا للاخر. عندي واحد مؤخرا عشت واحد ليكسبيريونس عجيبه، سبحان الله. كنت راجعه من المغرب للدار، وفي لايغوبور في الخمسة د الصباح، وكاينه اون ماما عندها جوج وليدات، وعرفتي وتتغوت مع داك الولد وهو تيبكي مسكين، عرفتي غادي يتسطى، إلا انفي دو سارتيغ من لا بوسيت، مازال صغيور، وتتقول ليه جون اي مار دو دي كريز، وتتغوت. وتبارك الله، تتعرفي حنايا الناس تيحماقوا على لو جوجمون. اللي عندها شي وليد بعقله ساكت، كتبقى تشوف فيه زعما، فهمتي، زعما تتحس براسها ان راه زعما ولدها راهي رواه. اكزومبلير. واحد البوليسي اللي في الديوانه تيقول واه دابا هذه كدير، وسبحان الله، وهي بلا ما تتشعر راه بداك الغوات اللي كدير بحال كتحاول تجوستيفي للناس، راه كتحس بلي غوغار اللي تيشوفوا فيها. نقول لك واحد وهي المثال قولي لي. غير ديال واحد الكونفيرونس ديال واحد بسيكولوج ديال الدراري الصغار هنا في تركيا. واحد المرأة جايه بولدها للكونفيرونس، عنده 3 ans، والدري بدا كيبكي، والمرأة اصلا دايره هذيك الكونفيرونس الموضوع ديال التربيه والدراري الصغار، جالسه كتهضر والدري بدا كيبكي، قالت لهم هانتوما مثال حي، قالت لهم دابا نتوما العيالات جالسين كلكم انظاركم على المرأة كتخنزروا فيها الخنزيرات ديال سكتي ولدك، الشيء اللي كيخلي المرأة كتحاول تقنع ولدها باش يسكت، الشيء اللي كيخلي الولد ملي كيشوف داك الاهتمام ديال امه كيزيد يغوت، بقى كيغوت، وهي مع قالت لهم هانتوما دابا شويه غيزيد يغوت اكثر، بقى كيغوت، قالت لهم كتشوفوا دابا مثال حي، قالت لهم دابا شوفوا فيا، حيدوا عينيكم، قالت لها انت ما تبقاش تسكتي في ولدك، تفرجي انت في كونفيرونس، تصنتي المحاضره ما تسوقيش، قالت لهم نعطيكم ما كانوش 30 ثانيه، قالت لهم شفتوا ها الدري سكت، بحال قالت لكم العظيم. تعلموا هذاك الضغط. علاش انا قبيله كنت كنقول لهم ديال ولدك عطيتي عقوبه عطيتي اي حاجه سكات، ما تبقايش تلغطي، كثرت هذاك الاهتمام، خلات هذيك البسيكولوج قالت لك الاهتمام الزائد ما كيدصرش الدراري، والحب ما كيدصرش، عرفتي هذيك ديال دصرتوهم خاصهم شويه العصا خاصهم لا. قالت لك لا، قالت لك الحاجه الوحيده اللي كتدصر الدراري هي انك تكون توتارسز، كيفاش غنشرحها، ما تكونش عندك الكلمه، يعني ملي كتقول صح، لا كترجع عليها حيت بكا، او لا تقول اه وما توفيش بالوعد فعلا ديالك، فعلا. يعني قلتي للدري اه على هادي غنديك مثلا تلعب غديه يلعب، قلتي ليه لا ما غنشريش لك هادي راه ما غتشريهاش ليه واخا يموت تما، وما فعلا، تبقايش ما تبقايش تسكتي فيه، صافي خليه يتركل حتى حيت يعيش بس، هما ذكيين هذه هي تبارك الحاجه الله اللي من كتدصر بعد. الدري عليك وكيطلع لك على ظهرك. اما قالت لك الحب والاهتمام بتاتا، وهذه القضيه راه مفهومه في المغرب غلط بزاف. فعلا فعلا فعلا. قال لك نسيت الشارجور ديال البيس، وهذه القضيه هي اللي مفهومه غلط، كيقول لك كثره الحب وكثره الاهتمام كتدصر. صح، وحتى كنهزوا لهم بزاف النظره ديال الاخر. فانا تنتفكر هذيك السيده كانت الضغط ديال لي روغار الناس، فما بقاتش عارفه ما دير. واش هي عيانه ولدها عيان؟ سي نورمال، يعني 5 د الصباح كلكم فايقين بكري، ولكن سال داك لو روغار الناس، وكتهزه الهم كيفاش الناس كيشوفوها، وكانت فريمون كونسونطري مع راسها ومع داك الوليد، كانت الامور غتكون مختلفه تماما. وسبحان الله، انا واصله معطله بحالي بحالها، طلعنا في هذاك البيوس اللي غادي يدينا للطياره، وداك الولد باقي تيبكي، عرفتي، باقي تيبكي، وهي عرفتي تتغوت على هذاك الولد الكبير، حيت هذاك الصغير ما بقات عارفه ما دير معاه. وداك الكبير مسكين بقى فيا، هو ماشي كبير بزاف، باقي مسكين صغير، يكون عنده ديك 8 سنين بحال هكداك، وبحال تتحاول تجيستيفي للناس اللي في البيوت اللي اكيد كلهم كيشوفوا هذا هو فيها. نفس هذاك الشيء اللي قلت لك اللي وقع للمراه في كونفيرونس، هما اه، كيشوفوا وداك فيها هكاك، وهذا هو اللي كنقول لهم المشكل اللي دايرين لراسكم راه مع راسكم، الناس ما عندهمش اه، علاقه، ولكن كنت تما الناس خايبين وخا هكداك، الناس، يعني وغنقول لك لي مثلا واحد خوغار. الحاجه، هنا كون الناس تما هما كيشوفوا هي كاع ما تسوقات وشدات ولدها هكاك، ولا ما تسوقاتش ليه البكا ديالو بزاف، هضرات معاه بشويه أكيد. والله الا كان مده قليله وغيسكت، وش تيكون خلاته غيبقى يتركل ويسكت. وأنا نقول
شنو نعطيك وقع؟ مثال على السوق، يعني سمح لي ونعطيك لا المثال. معليش معليش، لا صاحبتي كان علمها تصوب، كانت خدات البيرمي وانا عندي 18 عام. المهم انا حت ماما كتعلمنا على 13 عام، انا صافي 18 كان صوق مزيان، هي خدات البيرمي وما كتعرفش تصوق باقي لحد الان. كنمشيو لديك الرومبو في المغرب كنموتوا بالضحك. كان صوق، جات الرومبو غتخرج الشارع، كاميو القدام بنادم كيكلاكسوني اللور ويتسكت الطوموبيل وكتخلع. لا لا بنادم هكا عطيك. لا شوفي ديما انا كان عندي هذا المبدا، وماما اللي علمته لي يا ربي تحفه ما شاء الله الله يرحمه تخرج الله لي ديال الحال. يرحمه. كانت كتقول لي نفس، حتى انا كانت كتشدني ديك الخلع، قالت لي خليهم يتسطاو، خلي اللي غيكلاكسوني كلاكسوني، اللي غيخرج بحيط يخرج بحيط. انت هي دايره 90 لور، دايره بلاكه 90 غتفوقي. قالت لي الا بقيتي مقابله ما عمرك تتعلمي، حيت باش تتعلمي كتعلمي في الطريق العاديه، كتشدي البيرمي وكيخصك تخرجي لوطورو تخرجي للطريق باش تتعلمي. يعني الا انا فين ما نخرج لهذا الرومبو يخلعوني بشي كيكلاكسوني شي هذا، والناس حتى هما ما كيحتارموش، ما كيقولوش راه هاد السيده مسكينه يلاه باديه اجي ندوبلها، ولا كيبقى وراك وكلاكسون. المهم عرفت شنو، سكت الطوموبيل في الرومبو هبطت والو، قالت لك ما نسوقش. هنا كون ركزت غير على راسها، والله حتى انا كيفاش تعلمت بهذيك الطريقه ديال ماما، وبغيتو تسطاو ورايا تسطاو. انا كنسوق انا حيت بوليسي وكيشوفك، قسما بالله شي وحده من المرات كان شافني شي بوليسي، يعني صافي ديك الساعه مابقاتش كتجلس حدايا ماما كنسوق بوحدي، وجا عندي خويا ليا الطريق مسكين بوليسي وعارف بلاكه 90 صافي تكيتو. وبنادم ما كيرحمش، يعني يكون غير كل واحد يركز على راسه وتركز على داك الشيء اللي كدير. كتربي ولدك ربي، كتصوقي صوقي، ما ممكن، تركزيش على يعني بنادم كيكلاكسون ولا هذا. والله تكون كل واحد يركز على راسه كره لاباس. واكيد، ولكن هو راه ماشي، راه ماشي ساهل، راه خص بزاف ديال ليفور اللي الانسان خصو يديرو على راسو هو. وحتى حاجه ما صعيبه، حتى حاجه ما صعيبه. قلت كي نكمل لك على ليستوار ديال هاد السيده، سبحان الله، وفاش طلع على هذاك البيس، يعني ولا مكان صغير، ولا الغوات كيتسمع اكثر، وتزاد عليها الضغط، والناس كيشوفوها عن قرب، يعني كيشوفوا فيها وهكا سامعين عينك. فديكو هذيك لا كولير وداك ستريس اللي كان عندها كتخويه على هذاك الكبير. وانا بقيت نشوف الناس، سبحان الله، زعما كل شيء هي تيشوف، حتى واحد ما قدر يدير شي حاجه. وانا اوغزمون الحمد لله هذاك النهار وليداتي كانوا في امان الله، ساكتين. المهم عادي، شديت انا قلت لها جو بونس راكي عيانه، سي نورمال تكوني عيانه. وهي عرفتي ال سي اكسبلوزي بالبكا، عرفتي عينيها بداو تتبكي، ما قدراتش تحبس، بحال قصتيها في ديك الحبوبه، فتعرفي ديك الدبره. يعني تما كتشوف راسها شي حاجه اللي ماشي في يديها، دراري صغار كيبكي ولكن كنقولها ماشي مشكل، معليش انت تو فاتيغي، مي سي با غراف، ماشي مشكل. قلت لها شنو انا غادي خاطر ديري؟ راسي، قلت انا لها في راسي سدي ودنك. القضيه هنا كنحتار في التوار كيفاش كنت كنمشي في الميتروبيوس. تخيلي معايا دري كيبكي وكل شيء كيضحك مع الام ولا هذا قسما بالله، او لا شي ما خصك معاقه ولا هذا، يعاونوها. عرفتي كيبداو يقولوا كلهم، كيقول لها خدي راحتك المره باغا تسكتوا هذا، كل شيء كيضحكوا كيقولوا لا ماشي مشكل هذه عادي الدراري الصغار ما عندنا ما نديروا. يعني كيعجبوني في هذه رائع. القضيه، عمرني الصراحه حضرت لشي واحد بقاو يخنزروا فيها ولا لا هذه مسكينه، زعما تنقول لك، قلت لها ماشي مشكل انت انا، معليش. قلت لها شوفي هذه ساعه هو تيبكي، قلت لها نسايه نسايه، واش كاين حداك، سدي ودنيك دقيقه واحده، هي دقيقه ريسبير ونسايه واش كاين. وهاد الوليد كبير، قلت لها خليه عليك، راه هو سي ان انفون، بارك عليه. قلت لها خليه، نسايهم بجوج بيهم، ريسبير وجلسي بوحدك. انا زولتهم لا بوسيت، هزيتو، عرفتي مسكين راه بحال دايره فيه الضو، il se calme pas، عرفتي، تينقص تينقص تينقص. صافي واحد الوقيته قلت لها واش نعطيه ليك، عطيتو ليها، وحق الله العظيم، الا لو لو ريفليكس رابيد، جبدات البيبرون اللي هي اصلا كانت موجوده، البيبرون عندها موجود في الساك، ولكن العقل اللي يقول لها جبدي البيبرون، جيبيه عندك وعطيه البيبرون ياخذ الحليب، راه فيه الجوع. ما يمكنش اون مامو ما عارفاش ولدها راه فيه بهذاك الجوع، الستريس اللي وقع عليها وبقات حبس مركزه ليها مع عقلها. الناس، الامومه ديالها ما دارتهاش مزيان، تماما، هزات، نسات الواجب وحق ديالها الله كأم. العظيم، هزات يعني داك هي كون الولد. ركزت على راسها غتقول ياك ما مدري فيه وجيعات، ياك ما فيه الجوع، ياك ما خاصني نبدل وتخيل يا نفسه. مجدة، وحق الله العظيم، شتي فاش عطيتو ليها، وانا جو بصيغ بزاف، فاش عطيتو ليها تنقسم لك بالله، بحال شي وحده ما عمرها ما هزات شي وليد، كتشوف فيا تالفه، وهزات داك الوليد، تنقول لها نو نو، دوريه عندك وانقيه، غير دوريه لعندك، ماشي مشكل. تنقول لها شوفي فيا، خديه وهزيه، دوري عندك، راه جوج وليدات. السيده الي زعما راها او فون دو فون، هزات ودوراتو، جبدات البيبرون من الصاك بواحد البساطه، بواحد السهوله، من ورا ما دارت البيبرون سكت، ريسبيرات بيان سيغ رجع لعقلها لبلاصتو. او تو فابيان. والله داك الولد ما سمعناش الفول كامل، والناس سبحان الله بحال كل شيء، هذاك الماسك اللي عنده زولو، تخيلي معايا،
ناض الرجال هزوا ليها واحد السيد هز ليها لا بوسيت من يوقف البيوس. واحد السيده قالت لها اعطيني الباسبور ديالك، شي قبط ليها الولد الاخر وحبس. حتى واحد ما طلع الطياره، نزلنا من البيوس حتى واحد ما طلع. طلعت السيده دات لي باسبور والساك ديالها وخلاو حتى تطلع هي الاولى. شوفي الامر كيفاش ساهل، كيفاش نقدروا نديروا دي شوز مي ساكوت غيان. قولي ما تبقى جالسه تبوس هكذا وتتنيق، دير شي حاجه، تحرك، شي دير شي حاجه، حاجة. غير ضحك، دابا خفف أنا على داك الانسان. عرفتي علاش انا ما كنهضرش على ديك الناحيه؟ عرفتي انا ما نقول بنادم زعما، عرفتي ما نقول لهم مثلا لا من ناحيه هذيك ديال السوغان، اي ما تبقاش اكيد. تستريسيو الناس فيا، ما نقول لهم الا شفتوا شي ام ولدها كيبكي دوروا عينيكم ديروا راسكم ما شفتوا والو، ولا ضحكوا لها في وجهها قول لها عادي هادو هما الدراري الصغار باش تكالموا. انا علاش ما كنهضرش على الناحيه؟ حيت صافي وليت مركزه على الناس اللي متبعيني، نتوما اللي غتغيروا، نتوما ورفيع اللي انا متفقة معاك. مركز عليهم هما، كيفاش انت ما غتبقاش ديها في هذا النوع من الناس، حيت ما غاديش يتفرج فيا انا العالم كامل، اي بيان فهمتي؟ سور دونك غير هذا بعد اللي كيتفرج فيا خصو يخرج بهذه القضيه ديال شافك اللي شاف انت ركز. وهذا المثال اللي قلتي واعر، السيده بكثره ما تستريسات مع الناس هي دابا كون غير ريسبيغات. علاش انا كنقول لكم في كاع المواقف ريسبيغي، وقفي ديري واحد صح. العد العكسي والريسبيراسيون، عد تحركي قبل من اي حاجه، كون غير تنفسات. وهذا كانت غتقول الدري عنده هكا ولا عنده هادي ولا عنده هذا، غتجرب وحده منه الجوع ما شدش الرضاع دونك دار تحته، تبدل لي تحته ما سكتش دونك فيه وجيعات، دير لي مساج لظهره. هي بكثرة ما ركزت على الناس نساتش غدير مع الدري، يعني فاهمة هي صح. اللي خلى الدري مسكين ساكر لا سبحان الله، زعما الامر. وتا فاش كان حيت دائما خصك ترجع لراسك، كيفاش انت بغيتي دير شي حاجه للاخر اللي هو ولدك ولا بو امبورت شكون، وانت راسك ما انطبطبتيش عليه، ما فهمتيش، فهم راسك هو الاول. دور سول راسك واش لاباس. كنسولو شحال من واحد كنسولو في النهار واش لاباس، واش كلشي بخير، عندنا بحال بسم الله، ولكن ما تنسولوش راسنا. بقيتي اسمع لراسك شي شويه، على بتي دوال داخل، انا ايان، انا هاد الحاجه قدرت نديرها، هاد الحاجه ما قدرتش نديرها، انا ماشي هو هذاك. علاش زعما سي دي با بساطين اونفير نو ميم لراسنا انت؟ والله العظيم اون فوا تدير دي با بساطين لراسك، زعما الامور تتبدل بواحد الشكل عجيب عجيب جدا. مشيتي انت مع بنتك غير اكيد هذا المثال ديال فاش بديتي انت كتبدلي بنتك، بدات حتى هي كتبدل. مي بيان سور، وليداتنا حيت راه انت سي دي زيبانج والله. اول، ديما كنقول لهم الام والاب هما اول بروفيل عند الطفل، بزاف اول مرأة بزاف. كتشوفها اول بروفيل، اول قدوة عندها هي انت. الا كنتي انت ديجا مثلا ما تيقاش في راسك ولا عادي ولا ضعيفة، حنا ديما هذيك الكلمة ديال الماضي يكرر نفسه، منين جاية من البنت كتشوف امها كتبرمج على امها، امها راضيه على قدرها، ساكته عافطه على الراجل، حتى هي كتزوج كيعفط على الراجل أكيد كتصحاب مفيش ليه، هذا شك. هو النورمال اللي خاصو يكون، حتى شي اللي كبرت عليه بنت كتكون. وهذا المثال واخا ما كيعجبنيش نعطيه، كتلقاي الام الا طلقات مره ولا جوج كتلقاي بنتها، ماشي كلهم ولكن كتلقاي غالبا هذا المثال كنشوفه، حتى بناتها بجوج مطلقين شي جوج المرات. علاش؟ بصح ماشي حيت خايبه ولا، لا ما كنهضرش على لا الطلاق خايب، كنهضر على ان ممكن الام بصح يعني كتوقع شي حاجه ما مفهماش في الزواج، عندها واحد الشخصيه قويه كتطلق، انا ما ساعدهاش في الزواج كنطلق، دونك البنت اش كيكون عندها حتى هي، ما كيكونش عندها عيب ولا وهادي والمجتمع، لا صافي شافت واحد المراه قويه ما عجبهاش الحال في الزواج، الراجل كيضرها ما مفهمش طلقت، دونك حتى البنت كتكون عندها الجرأه انها تطلق فاش ما يعجبهاش الحال. يعني واخا هو ما عرفتش، انا هذا الموضوع ديال الطلاق موضوع لا عميق بزاف، شوفي احنا زعما هنا ما كنهضروش على الطلاق بحد ذاته، احنا كنهضروا على فهمتك. البرمجه ده اللي غير جايه مثال، للام. كمثال بصح عندك احنا الحق. اصلا انا ديما كنقول لكم ملي كنهضر على شي حاجه ما كنهضرش على الصح والغلط ولا صح حرام ولا حلال، صح انا صح كنهضر غير على كبرمجه، كيفاش البنت اللي مثلا امها كتقول لها عيب وهذا كتلقاها صابره على العصا على الضرب على الخيانه، ولكن ما تطلقش حيت عيب وحرام، امها وباها عندهم برمجوها على ما يمكنش حتى ما وارد يقدرش داك الشيء، يتصرف، كان توارثوه زعما برمجة من جيل لجيل، برمجة، برمجة. وكان كناخدوه في لي جين، كناخدوه بزاف د الحاجات. بالضبط مي تنظن انا زعما جو سوي فيها هاد لا جينيراسيون ديالنا كاملين،
وتنقول الحمد لله حنا جينا بحال قلتي في بين وبين، حنا هو البداية. وزعما سي اون جينيراسيون لي زوينه، يعني عشت في بحال قلتي لا فيرسيون القديمه، وغاديه فيغ غاديه للقدام، غاديه لواحد العهد جديد، غاديه لواحد. وكل ما انسان عمر، ماشي ضروري تنسف المعتقدات اللي عندك، ولكن بلوس دخلتي معتقدات جديده اللي انت مرتاح فيهم، بلوس داكشي الاخر كيمشي، والانسان يدير داكشي ببساطه تيه ويكون لطيف هي مع داك راسو. المثال ديال بلاص ما تبقى تخوي في كاس مثلا كحل عامر من قطران، بقى تخوي عليه الماء ابيض مثلا، حل الروبيني وبقى تعمر في الكاس، غيبقى داك الكحل كيفيض يفيض في الفاسه بصح غيبيض الماء. دونك تيكون عمر اسهل. حياتك بحوايج زوينه، وداك الشيء الاخر اوتوماتيكمون غادي يبدا ينقص، و غيبدا يشد بلاصتو داك بصح الحل. وي وي انسان كل ما قدر، تنقول تنظن انا مؤخرا وصلت لواحد الاستنتاج يمكن شويه بسيط، هو ان اكثر حاجه ما تتخليش الانسان انه يزيد القدام ولا يتخطى بزاف ديال الحوايج في حياته، هما جوج الحاجات. اولا هذاك التانيب الضمير، وتنظن ان بزاف لي فام عايشين بالتانيب، كوسوسوا مع اللي كنسميو حنا جلد الذات، جلد جلد الذات تتبقى، كوسوسوا مع والديك ومع هو، راه ماشي حقيقي، راه كله وهم. كل وهم. والحاجه الثانيه هو الاحكام، هاد جوج الحوايج خطيرين جدا، الشك وحنا فريمون تنقول واو سميتو، هما معروفين اربعه، معروف اللوم، انك تلوم الاخرين ولا راسك، لوم الذات ولا اخرين، والاحكام انك تحكم على الناس وتحكم على راسك، انا مكلخ انا فاشل ولا فلان. ومهم جلد الذات وشنو قلت الاخر، الشكوى، كثرة الشكوى الشكوى الشكوى، غتبقى حياتك كامله وانت تشكي. ما كتقدرش تزيد القدام، صعيب، ما مستحيل تزيد القدام. ما يمكنش. وهو زعما واحد الكتاب زوين يمكن غتكوني كتعرفيه، ديال سماح بالرحيل، رائع جدا، شنو رائع سميتو؟ جدا. سماح بالرحيل، انا سماح نوريه لك. بالرحيل. وي عرفت عرفتي هذاك زوين، زوين بزاف هذاك الكتاب. تيخليك فريمون تلعب الدور ديال هذاك لوبسيرفاتور، داك المتفرج، كتبداه مع راسك، مراقب. مراقب مع راسك، ومن بعد كتبدا تتعلم ديرو حتى مع الاخرين. فكتحبس كدير الاحكام على جنب، وكتولي غير مراقب، حيت تشوف. وسبحان الله هذيك هي اللي توصلك لهذه الجمله اللي كتبتي، ديال الحياه سهله، تتسهل الحياه بشكل كبير. هما سي ليزارسي صراحه، ماشي تشوف شي واحد اللي راه كل شيء تيتعلم، اي واحد يقدر يتعلم هذا الشيء، اي ولكن واحد هما بغيت. هذا راه كنسميو حنا هذا راه ترينين، كتدرب مخك كتدرب راسك. راه حتى واحد منا ما جا نعس فوق القيط راسي هكا، لا كلنا كتقرا كتوبه كتبنى معتقدات جداد. كتاب شوف علاش كنقول لهم انا ديما المراقبه، المراقبه هي اللي غيجيبها هذا الشيء كامل. اوفوا تفعلي المراقبه، كتبدي تهضري كتلقى راسك ويلي علاش كندير دابا جالسه كنهضر ببنت فلانه، يعني جالسه الاحكام اش دارت واش فعلت، كتكوني جالسه جالسه كت وهذا الشركه وي لا انا جالسه كندير، انا اللوم دابا جالسه كنلوم كنلوح اللوم على الاخر وانا هنا. دونك المراقب هو اللي كيبقى يفكرك دو انا شنو يدي، شنو البصمه ديالي في هذا الشيء، فين مسؤوليتي. عاوتاني كنقول لهم ملي كتحصلي راسك زعما فين انا، فين هنا في ما محلي من الاعراب في هذه البلاصه، ماشي باش نلومه وانما باش نتعلموا الدرس، باش نخرجوا درس ونصححه باش بصح القدام ما يتعاود. أكيد وهذا يعني هذاك المراقب مهم بزاف. بزاف. كتولي تتعلم تراقب المشاعر ديالك، تراقب امورك، حتى بعض المرات الا كنتي حاس براسك ما مزيانش، كتحبس واحد الدقيقه، وهادشي كله اللي كيتحكم فيه واللي كيحاول انسان يوقفك ولا يرجعك اللور هو العقل. لو سيرفو تيبدا يخدم بزاف، تيبقى يفكر في كل شيء، وانت تفكر في شي حاجه، تيديك شي حوايج داز وساليتي معاهم شحال هادي، لو تيبقى يفكرك فيهم، بدا يفكرك في القدام، هادي واش غنديرها، واش هادي ما نديرهاش. ديما هادوك المشاعر اللي تبداو يخرجوا، الانسان يعرف يتحكم فيهم شي شويه، حيت لا العقل راه وديما تيحبش. كنقول لهم العقل، العقل خاصو غير يفكر، العقل كيدير خدمته. كنقول لهم فكروا في هذه الحاجه، المعده واش عمرها غتحبس؟ ما يمكنش. لا، المعده خاصها دير خدمتها، والقلب خاصو يدير خدمته، يبومبي الدم، العروق خاصهم يديروا خدمتهم، الشرايين، صح، تالا الدماغ، العقل كتسلاش لنتفكر، دونك كيفكر. العقل كيدير خدمته 24 على 24 ساعه، راه ما يمكنش يحبس 24 ساعه يبقى. دونك انت سوا غتعطيه شي حاجه زوينه يتلهى فيها، شي كتاب غتقراه، وفي الليل غتلقى راسك كتناقش راسك، كتناقش الافكار والنظريات اللي في الكتاب، او لا غادي دير اصدقاء زوينين، دير معاهم محادثات زوينين،
ولا تتفرج بحال مثلا هذا اللايف، غتلقى راسك في الليل كتناقش الهضره اللي قالتها زينب وهاد ماجده، بصح كتلاهي راسك عقلك وكيبدا يدير النظريات ديالو هو. انت كتبدا تاخد من عند ماجده مثلا عند زينب اللي كتهضر، وكتبدا تنتج النظريات ديالك انت اللي متفق معاهم اللي مناسبينك. دونك سوا كتعطي لدماغك شي حاجه زوينه اللي غتخدمك وصالحك يتلاها فيها، سوا تشوف هذه قاعده كيمشي لك الماضي، الالام ديال الماضي، ولا التوتر والقلق على المستقبل. بصح خلينا في الاخر تقول لك عندي التفكير الزائد، عندي التفكير الزائد ناري انا بعض المرات كيسطوني عذريني زينب، حيت انا اكثر من 40 لايف وباقي كيتعاود زعما نفس هذا الشيء، وهضرت على هذه المسائل كاملين وباقي كتجي عند وحده تقول لي عندي تفكير زايد كنبغي نتسطى. حيت عرفتي علاش دابا تيسحب لهم، دابا فين كيشوف كنتي دابا تتهضري هكا تيسحب له عندك شي حاجه ماجيك، غادي تقول لي الواخا بركي على هاد البوطونه، ديري بركي على هاد البوطونه راه صافي هاد المشكله غادي يمشي وديما لك. لا لا كنقول لهم، كنقول لهم انا راه ما كنديرش في السحر، راه خاصك انت تكون جاهز للتغيير، انت تكون جاهز انك تخرج من ديك منطقه الراحه ديالك، انت تكون جاهز انك تدخل في دور المسؤول، تطلق لي الضحيه، ما حدك انت ما جاهزش، لا ثلاثه راه حتى حاجه ما تاثر فيك حتى حاجه. بصح دابا عرفتي علاش هما هضرت بزاف على هاد المواضيع اللي باقا كتقول لك تفكير زائد صعب التحكم فيه؟ لا اختي، ها هي داوين عليها، صح كان عندي وما بقاش عندي. اللي باقا كتقول لك دابا هي راه ضحيه التفكير الزائد، لاحظتي بصح التفكير الزائد بصح صعب التحكم فيه، حيت العقل ماشي ديالك يا كريمه، والعقل هذوك الافكار ماشي ديالك وماشي انت اللي كتفكري. التفكير الزائد هو عنصر منفرد منفصل عليك انت، ياك واخا طيب صافي ما بقيت نقول والو انا، واخا الله مقبول عليك انا مقبول كبير. غير هو دابا واخا باش نكونوا فاهمين، صعيب واخا صعيب، احنا متفقين واخا لا هو صعيب، ولكن اجي نبداو ناخذ الامور ببساطتها، خلينا نتقبلوه ماشي مشكل. انا هذا النهار اليوم ما قادرش نتحكم في افكاري، نقدر نعذر راسي اليوم، نتعلم حتى نعذر راسي. بعض المرات الواحد يبغي يقلب على شي بيرفيكسيون ما كايناش، بعض المرات لا ملي أطلع تينوض من الناس حس براسو ماشي هو هذاك، ياك علاش انا نبقى مدابزه مع راسي وعلاش وما نعرفش، حيت حنا تربينا هكا، كان والدينا تلقاونا تيبكي تتقول لك مالك تتبكي واكل شارب ناس. عادة أصلا أي حاجة كتبدا بالتقبل، يعني اكيد زائد ان هذه قالت لك تفكير زائد صعب التحكم فيه، هذا معتقد، وهي مادام بصح الظن ديالها انها صعب التحكم في غيبقى التفكير صعيب. هادشي غيبقى في حياتها، غيبقى صعيب عمرها غتقدر تتحكم فيه. ثاني حاجه قلت لك كنقول لهم انا هذاك الرفض هو بحال فاش كتكون رابطين مثلا شكليه في شي بودره ولا شي شجره، وهو باغي محد وباغي يهرب من ديك الشجره، وهو كيدور على جنابتها كيلقى راسو لصق معاها والقنبه زادت دارت. دونك اشنا هو هذيك الحاجه اللي انت رافضها وباغي تهرب منها؟ هي الشجره والقنبه، هو داكشي اللي رابطك بيها، وانت كتبقى محاولات الهروب كدير. دونك اول حاجه خاصك التقبل، بصح ديما تقبل. انا اوكي انا كنفكر عندي التفكير الزائد، انا اتقبل انني كنفكر بالتفكير الزائد. من بعد كنبدا نحلل انا فاش كنفكر، يلا جلسي وراقبي ليا راسك غير يومين عافاك فاش كتفكري. انا فاش كنفكر، انا هاد يومين غنراقب فاش كنفكر، فيما شدي لي ورقه وسيرو بقاي دوري بها واحد الكالوندغي صغيوره، غادي تبقاي انا لقيت راسي كنفكر في هاد المساله فلان فلانيه، وهادي فلان فلانيه، وتلاقي مع فلان ولا مع خصامي مع فلانه، او لا في المستقبل شنو الشطنه اللي عندي اللي مشطونه عليه في المستقبل ديالي، على ولادي على هادي على هادي. دونك غتمشي تشدي لي هاد المسائل، حيت المخ الا ما لقاش الجواب اصلا ما غيسكتش. داكشي أكيد علاش ديما انا كنبغي ما نعطيهم فيهوش شي شك. معادله، كنبغي نعطيك معادله محطوطه، ماشي نبقى نقول لك بصح قولي لي انا لا افكر انا لا افكر، ما كاينش هذا الشيء. دونك لقيتي لي اربعه المسائل، غتمشي تراجع لي المسائل بشخصيه المراقب. هاد المره صاحبتي ظلماتني فعلات لي، كتلقاي راسك ديما كتفكري فيها، انت كطيبي البريوات ومضاربه معاها في دماغك سيناريو كتجاوبيها بصح وكتقولي لها داكشي اللي ما قدرتيش تقوليه، هادشي اللي كيوقع. غادي تمشي غادي تجلسي هاد المره غتراجعي لي القضيه والمضاربه ديالكم بوعي المراقب. هي مثلا ساره وحليمه هما اللي هضرت عليهم داك النهار، شنو بقاو غادي حنا ساره حليمه، هي حليمه وانتي ساره، غادي تخرجي لي انتي ما انتي ساره ما انتي حليمه، غادي غدخلي بعدا في ساره اللي هي انتي، غادي تقولي علاش ساره قالت لفلانه هادشي،
وشنو الحوايج اللي قالت ليها اللي ممكن استفزت في هذيك ردة الفعل باش قالت لي داك الشيء؟ عاوتاني غادي تخرجي من سارة، غادي تعطي لها اعذار، هضري هضري ولا كتبي. غدوزي لحليمة، وغدوزي حليمة غتقولي شنو اللي استفزك يا حليمة باش تقولي لي هاد الهضرة؟ غتلقاي النوايا الإيجابية اللي تحت من راسها ديك السيدة، فهمتي؟ عطوها التمرين راه فعال. كتلقاي سبحان الله، انا اللي كنديرو مع البنات كتبدا هي تلقى لها سبات، وقسما بالله زين بلا شحال من بنت فاش كنخرجهم الوعي المراقب من بعد التمرين كنقول لها انت السيده دايزه، بانت لك حليمه وساره مضاربين، وهي راه واحده منهم. كنقول لها شكون في نظرك الظالمه؟ كتقول لي انا. زعما ساره هي كتقول لي ساره اللي ظالمه الصراحه. تخيلي كتشهد في راسها انها كانت ظالمه. كيوقع تما كيوقع لها واحد البوله كتشعلها في راسها، يعني سنين وهي عايشه في واحد المساله سبحان الله وهي العظيم. مظلومه وهي هكا، وما حاولتش تفهم الشخص الاخر. حنا ما كنقولوش تفهمي اصلا، مش تمشي تصالحي معاها، لا تصالحي مع راسك ما تبقاش عندك هذاك كثرة التفكير. بصح بصح فاش بصح تيوقع هنا كطرقي ديك المساله، كتجاوبي مخك كاع داك الشيء اللي ضر في خاطرك، كيفهم انك ديك السيده راه حتى انت ضريتيها بواحد الهضره، حتى هي استفزات وعاد جاوباتك بغضب. ما يمكنش تقولي لها حبيبه وكبيده وتنط تبدا تعيرك، راه مستحيل بصح مستحيل. دونك اش كيوقع؟ صافي في مخك كيتصالح مع هذه القضيه، وكتلقاي راسك صافي تسد الملف وتقول يا نورا انا سديت هذا الملف، انا كنتحرر من هذه السيده وكنحررها مني، الله يسهل عليها في حياتها والله يسهل عليا والحمد لله. انا خوي دماغي فاهمي مع مخك، دوزي لي الدوسي الجاي. عرفتي دوزي على البلاصه كاملين هكا بالمراقبه حياتك كامله، ومني غتفضيهم غادي تولي عايشه حياتك كل نهار بالمراقبه. في الليل بصح ترجعي معصبه، انا علاش معصبه؟ اش وقع اليوم؟ اش وقع؟ وتبداي التحليل كل نهار، اي حاجه توقع جديده تحليها وتفاهمي مع راسك، ما تبقاش تلقاي مشكل. دابا بصح قولي لي انت زين، دابا باش ما كنتفاهموش مع شي شخص، كتبقاي ضارك راسك، خاصك ترجعي للخدمه غدا ولا تعيطي لصاحبتك، خاصك تفهمي، ما خاصك تبقى فاهمك غلط. المهم حنا فتنا هذه القضيه، ولكن كنهضروا على الناس اللي باقيين خدمه، يعني خاص يوضح الموضوع ياك أكيد ولا ما أكيد. كتفهمنيش؟ ايوا راه تا راسك خاصو توضيح، تا راسك لا كيحتاجو. هو المشكل ديالنا سي كو كان الانسان تيلقى راسو واحد النهار ابويزي يا و تيبقى يسخط يقول لك الناس اي تو، مي ما تنديروش دوك لي بيتيت بوز، ما كترجعش لراسك اشاك فوا. هو راه اهم حاجه هو انك نو فا با كنت شيرشي مفاهم مع برا. راسك، اهم حاجه تفهم غير مع راسك، شي الاخر ما يهمكش. كتبقى دير لي كومول ديال هاد النهار، ديال هاد العام، ديال العام الماجي، ديال العام اللي من موراه، والاحداث كتراكم، الاحداث تتراكم، وبنادم غير غادي ما تنعرفش. ديما الواحد يجلس يدير دي بتيت بوز مع راسو، ماشي مشكل. ومعليش انا هاد النهار هبط، انا هاد النهار في الداون، معليش ماشي مشكل، سي با غراف. ولكن ملي كتقول ديك سي با غراف، هي داك ديال السعي اللي قلتي قبيله، حيت احيانا كنبقاو نقول معليش انا هكذا، تيولي عاود ايغو واحد اخر واخا، ولكن من بعد نبوست ندفع راسي شي لا شويه، ديما نقاوم شي شويه هذاك انا الايغو. كنقول لهم ديما تسعى وخدم جميع الحالات، ولكن تصنط الجسم ديالك فاش يحتاج الراحه. صنط ما عرفتش ديما في ستوري، انا فاش كنكون في ديك الحاله كنقول لهم شوفوا يومين ما كنديرش في ستوري، ما كنديرش حتى حاجه في الحياه. كنشد فين التايلاندي فيه 16 ولا 17 حلقه، كنسالي في داك الويكاند ما كنوضش من فراشي، كنبقى نكوموندي الماكله غير من برا. انا مخي مرتاح، مخي محتاج لهاديك ديال ما نفكر لا في خدمه ما نفكر في حتى حاجه، نتكونسونطر مع هذاك الفيلم ونخرج من الواقع، من ارض الواقع. الا بصح محتاج بصح هاديها انا ضد هذوك اللي كيقول لك لا بقى تخدم 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 ما تلفتش وراك. انا ديما كنقول لهم التوازن. راه دابا في لاتولي اللي كنديرو ديال التغيير، راه حنا مركزين على ايش؟ على عجلات الحياه اللي فيها 8 مجالات: مجال الرومانسيه والعلاقه الزوجيه، مجال لاميوزمون المتعه والترفيه، مجال المال والكارير، مجال لا في سوسيال، مجال شنو اخر، حنا يلا وصلنا لخمسه، مجال الصحه واش كتنعس مزيان، واش كتشرب الماء، واش كتاكل صحي، واش كدير سبور، مجال المهم باقيين واحد 3 المجالات. هاد المجالات كاملين الدوره سميتها التغيير. وعلاش مركزه اليوم على هادي؟ خاص كل وحده من وراها هنا 3 شهور تخرج عندها توازن، كتستمتع في الحياه، عندها لاميوزمون، عندها حياه زوجيه زوينه مع راجلها، عندها كارير خدامه وموازنه بين العمل وبين الخدمه وبين لونتوراج وبين كل شيء. انا ضد اللي كيقول لك دابا الخدمه الخدمه الخدمه، هي الخدمه نعم الخدمه غير من واحد الناحيه ديال الموتيفاسيون. ممكن تقول لي عطيها الخدمه الخدمه الخدمه، ولكن انا كنامن بالتوازن. الا ما كانش عندك أكيد التوازن غتعيا،
ما خصش يكون واحد المجال ديال الحياة هو كلك من المجال مجالات الاخرين، صح، ما يمكنلكش تكون انسان ناجح. واحد هاد ام مجال غريب واحد. قالك الحياة سهلة خصها غير الفلوس. الفلوس هذا نقطة. الفلوس مهمين في فلوس الحياة، مهم وكلنا كنبغيو الفلوس، كنبغيو الفلوس ومهمين، ولكن الا ما كنتيش واجد الفلوس، يا اما ما غاديش يجيوك حيت ما مستعدش ليهم. ما يمكنش يجيوك الفلوس وانت ما مستعدهم مستعد لهمش، حيت كتستقبل داكشي اللي كتوي بخير. ولا جاوك يقدروا يجيوك، الا ما عرفتيش ليهم للاسف ما يمكنلكش تكون، ما يمكنلكش تشوف الحياة سهلة. الفلوس مهمين، ولكن ما كيسهلوش الحياة بالشكل اللي انت كتقول. يمكنلكش يعطيوك عينين يحيدوا لك عيناتك ويديك عينات واحد اخرين باش تشوف الحياة سهلة. الفلوس سي بغيت دي انا شحال موايان من بنت هنا بقى مهمين. من البنات اللي قالوا لينا قبيله الحياه صعيبه وهذه، شحال من بنت من اللي قالت الحياه صعيبه وعندها الفلوس الا كنتي بقى معانا كتبي ليها راه ماشي كيف ما كيضلك، يعني غير باش يفهم ان حتى اللي عندهم الفلوس الا ما عرفوش يسهلوا الحياه غيبقاو عايشين أكيد الصعوبه وسط من ما الفلوس تعرف ليهاش أصلا، حيت الفلوس دابا حنا فيها، مازال مفهوم للأسف، بزاف المفاهيم مازال عندنا واللي غلطة. ما تعلمش يعيش سهوله الحياه ويسر الحياه فالفقر ما غاديش يتعلم لا ولو يجيه اطنان ديال المال، واللي ما تعلمش ما كيعرفش يكون سعيد بوالو ما عمرو غيتعلم يكون سعيد واخا ما عرفش يكون عنده. أكيد حيث هما الفلوس، حيث هما الغنى، أنك تكون المال ولا الفلوس ولا وهذا، راه ماشي هو درهم ولا الأورو ولا الدولار ولا ما نعرف. إذا ما كنتيش إنسان عارف كيفاش تستقبل هذوك الفلوس كنتي مستعد ليهم، ما غتعرفش تصرف معاهم نهائيا، وما غتكونش مستحقهم. أنا سنآمن بواحد الحاجة، أنني اليوم أي إنسان دابا على وجه الأرض، دابا حاليا، عنده داكشي اللي محتاج وداكشي اللي كيستحقه. فو با لي شيرشي تخي لوان. انا اليوم عندي دار، عندي ما عنديش دار، جو سي با، عندي ابان ان سالير يلا تيقدني مدابزه معاه، عندي داكشي اللي محتاجه وداكشي اللي قاد عليه. وكنت انا اليوم مستعده انني نستقبل مال الدنيا، واش عرفتي بيبان دار الرزق في الارض راه ما عندهاش نور حدود، حدود ما نور عندهاش حدود حدود نهائيا. ولكن نعم انا اليوم عندي داكشي اللي انا قاد عليه وداكشي قد اللي انا عليه لا كنستحق يكلف الله نفسا فقط. الا وسعها. داكشي عندك هذه صعيب الامر بقى ما صعيبة، طلعتش شوية الليفل هذه كومبليكي، صعيبة. صعيب باش يتقبلوها. عرفتي دابا تخيلي معايا كتجي لعند واحد مقهور ما عندوش فلوس يلا تشي كنظن بالطبيعي كاينين مادام اللي كيقول لك صحيح، خاص غير فلوس، متفقة ولكن قولها معاك. ماشي مشكل وتقولي ليه ابواب الرزق غير محدوده وخزائن الله ما عندهاش حدود، عجيبة نهار جدا. غيوصل استحقاقك لهذيك الكمية ديال المال ولا نهار غادي تولي الوسع ديالك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الوسع ديالك غيولي بواحد القدر ديال المال اللي انت عندك دابا 2000 درهم في الشهر، نهار يولي الوسع ديالك بقدر 20000 30000 درهم 6 المليون في الشهر غتبدا تجيك 6 المليون، واللي أكيد حابس عليك 6 المليون هو انت، هو انت راسك باقي ما وصلتيش لديك المرحله. فعلا واجي قولي فعلا. عليه دابا اجي قولي عليه ويلي ويلي واحد ويلي القضية سبحان الله، واش تنظني انت يا ماجدة هاد الجملة مثلا تقدر تخرج من فم انسان ممتن في وجه الارض، ممتن الحياة ديالو، ممتن عايش بامتنان، واش هيخرج هاد الجملة؟ ما تنظنش. الفلوس لا بيان سور ما تنظنش، لان هذاك الانسان اللي عايش بامتنان وكيحمد الله كل صباح، زوينه هدى، الحمد لله الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. ملي كتكون كتحمد الله ما يمكنلكش تشوف ان السعاده والحياه سهله في هذه النقطه، لا دابا خاصني هذه هذه اللي الحاجه باش قالت نكون لك مزيان، الحياة زوينة خاص غير مستحيل. فلوس دونك ما راضياش على الواقع ديالها اللي بلا فلوس، بما انها ما اكيد راضياش دونك ما حمداش الله ما كتشكروش، هو لا ان شكرتم لازيدنكم، ها انت غتكوني عرفتي اكيد دابا علاش ما عندكش الزيادة، نهار تشكري اكيد غتكون الزيادة، ربي ما كيكذبش اكيد. ديما كنقول هذه الجملة يلاه كتدخل لهم لراسهم. والله الاحساس بالامتنان زعما تنتمناه الله يثبتنا، وتنتمناه ليا ولاي واحد على وجه الارض. والله الامتنان عند واحد لو سكري عجيب جدا، والله كتوصل احيانا بعض المرات الامتنان تقدر تكون جيبك ما يكونش عامر بزاف، ولكن كتمتن لاي حاجه سبحان المشكل الله. ملي كتوصل لهاد المرحلة عمرك وقعتك كتكوني في كريز سوا ايموسيونيل سوا مادية كتكون وكتكوني ممتنة، ممتن انا دابا واخا ما كتكون عرفتش يكون ممتن واقع كتكوني ممتنة كتمتني
نوضي تغسلي سنانك كتمثلني السينيا، سبحان تمثلني الله المرايا، تمثلني بزاف. دار الحيوطة، كتمثلني كتخرجي لأنك ما نازلالك تبومب على راسك وانتي الحمد فايقة لله. على الصباح، فعلا فعلا فعلا. وكتمثلني حيت قدرتي تفيقي، حيت قدرت نفيق اليوم عاوتاني، كنشوف كنسمع، كنت نقدر يطلع لي أكيد طونسيو في الليل يضرب لي العينين، أكيد. يعني كتولي كتخلقي حوايج باش تمتني اليوم اللي الناس اخرين ما غيردوش ليهم البال، ماشي كلشي. حيت هو الامتنان، راه ماشي هو انك ما يكونش عندك طموح. دابا الناس كيخلطوا المفاهيم، هو الامتنان وتكون فرحان بشنو عندك اليوم، راه ما عندوش علاقه بانك تكون ما يكونش عندك طموح. لا، الطموح ضروري خصو يكون عندك، الاهداف ضروري خصها تكون. واحد المثال، تنتفكر واحد النهار كنت مع وليداتي هكذا، سيتي ان سامدي، وانا تيعجبني نهار السبت هكا كيكون زوين، فيه هادئ ما فيه والو، وقالت تفطر على خاطرك ايتو. وانا نقول لبنتي، قلت ليها عرفتي انا تنتمنى، زعما تو سي، كنتمنى تكون عندي اون غران تكون عندنا اون ميور في. وهي تشوف فيا بواحد الشوفه، زعما تعرفي هما راه كلين ما عندهمش لا بروغراماسيون. قالت لي مي اون ا ديجا اون ميور في، ما فهمات، ما دخلتش ليها لراسها، حيت بالنسبه لها هي اليوم دابا هاد النهار في هاد الوقت في هاد الساعه، حدايا ماما، حدايا خويا، انا في الدار، ما عنديش ليكول، بالنسبه لها هادي هي لا ميور في، حيت مركزه معاك على دابا، ما كتفكرش بزاف بعيد. قلت لها سي فغي عندنا اون ميور في، قالت لي باوي، زعما تتشوف فيا، زعما الدراري شنو كيعرفوا كتقولي، يعيشوا شنو اللحظة كتعاودي، هنا والآن، كيعيشوا اللحظه. قلت لها خلاص ولكن مع السن كيعرفوا القيمة ديالها ودوك اكيد، الأحاسيس وديك الجمعة ديال سبحان العائلة، الله، والله كيقدروها الا وكيمتنوا وعطاتني عليها. واحد الدرس، والله العظيم اللي عطاتني درس ذاك النهار. قلت ليها سي فغي عندك الحق، اون اي ميور في، مي انا جي اونفي دافوار اون غراند ميزون معاك. قالت لي وي، وتما بدات تسترسب ليا كاع داكشي اللي باغيه، جو في اون غراند ميزون، وبغيت هذا، وبغيت هذا الجوي، وبغيت هذا. وسبحان الله العظيم بقيت تنضحك، تنقول هي وواحد هذه. الحاجه كنلاحظها في الدراري الصغار، لاحظها غتكون انت كتلاحظها. دابا انا ولدي اي لحظه اي حاجه بسيطه فرحانين، هما كيموتوا بالفرحه، كيطاروا بالفرحه. شوفي هو جالس كيلعب بالمواعن فرحان، جالس كيطيب معايا شي حاجه فرحان، جالس كيصايب معايا دي ساندويش ممتن، عايش اللحظه. سبحان شحال الله. زوينه الدراري، راه ما كيفكرش في الماضي ولا في المستقبل، لا عايش اللحظه. او ميم طون كيبدا مثلا بعض المرات كيتفرج في حاجه كيقول يا ماما بغيت فيلا كبيره بيسين كبير نعوم فيه، وبهذه كبيره كبيره، كل شيء كبير كبير كبير. شوفي احلامه كبيره، ولكن هذا لا يعني هو كاين الرضا يعنيش كاين انا الامتنان حابس على اللحظه وكاين الطموح. فعلا، يعني عرفتي باش تحقق هاد الجوج، راه قلت لي راه في الصحفي حاجة عبد واعرة. الله ده حميسان على هذا ديال الرضا، باش تحقق انك تكون راضي وممتن على هادشي اللي فيه، وميم طون طامح الافضل، أكيد راه صعيبه. ضروري عرفتي علاش؟ الطموح. حيت كتقدر توقع في هذيك القضيه ديال الشوق لداكشي اللي ما عندكش، تعلق فكره ان يكون عندك اكثر، وهذيك مصيبه كتبدا تاكل لك من الامتنان ديالك. فعلا، ما يقدرش، ما يمكنش يجيك داكشي اللي بغيتي انت متعلق به، صعيب، صعيب بزاف، صعيب. قد ما ولكن بديتي كتشوق ليه وكتعلق به ما كتبقاش ممتن بلا ما تحس ولا تقولها جهرا. انا كنقول لهم الامتنان ماشي هو الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله هكا، انا كنقول لهم شتي بلاصه ما تقولي 20 مليون امتنان في النهار، شتي غير فاش كتكوني مثلا صايمه وكتفطري وكتقلقي واحد الكاس ديال الماء وكتقولي الله الحمد لله وشكر لله، هذاك هو الامتنان. الامتنان احساس ماشي جمله وماشي كلمه، هو شعور، شعور هذاك فعلا. الشعور عرفتي ديال كتحسي براسك بغير الحمد لله وشاكر، راحت رويتي راسك، سبحان هذاك الله الشعور العظيم، تقولي مره في النهار راك دخلتي في الدبدبات ديال الامتنان. أكيد. وهادو اما هما لي با، تبقاي لي بتي با كتقوليها الصغارين. انا امتن انا ممتنه شكرا شكرا، لا لا. داك الشيء علاش راه صاحبتي امينه حاضره معانا هنا، كتوقع لي شي لحظه الامتنان كنعيط لها يلا كتكون واقعه شي حاجه زوينه. دابا كنعيش الامتنان وكنطير وعيني كيدمعوا بالفرحه وكنعيش ديك الفرحه، وباش نبقى فيها واحد نص ساعة أخرى كنعيط لها باش هي تفرح معايا وتزيد في الفخامية، باش نبقى أطول مدة في هذاك صح. الشعور ديال الامتنان. وكنبقى حتى هي كنصدق مبكيها، من بعد كنطفي التليفون كنقول لها كتقول لي سيري صلي، كنمشي نصلي جوج ركعتين ديال الشكر ديال الحمد الامتنان، لله. كتشدكي واحد الرحشة معاك غادا كتشكري الله وكتهضري معاه، أو كنبقى واحد ساعتين بداك الامتنان وكيطير عليا النعاس. ديك الليلة راه ديما كنديرها في ستوري، كيطير عليا النعاس الدوبامين طالع، صافي مبقات الخمسة الصباح عاد كنبرد. ولكن داك شعور الامتنان رائع. يعني هنا علاش شرحت هاد القضية؟ غير باش يشوفوا البنات شحال ضروري وشحال حنا اللي كنعرفوا قيمة الامتنان كنحاولوا نبقاو أطول مدة فيه وكنقلبوا عليه، شعور مهم.
مشات لها كونيكسيون. باقين كتشوفونا كتسمعوا البنات؟ مشات لها كونيكسيون. خرجات زينب، مشات لها كونيكسيون. قال الى سميتو عاودي صيفطي دوموند ونعم بالله. شنو الموضوع؟ باقي الصوت كيتسمع. عندي وحدة ديال اللي جاني الجوع، مشات لها كونيكسيون ولا طفى لها التليفون. والله لا سبحان الله كيفاش جا هاد اللايف، ما كنتش معولة نديرو. حتى قالت ديك البنت هضرت لكم احنا الفطور، قلت لكم انتم الساندويشات ونوض ونوضة، والله لا حياة سهلة وحنا كنصعبوها. نضت قلتو نوضي تاكلي. أمينة، أمينة مسكينة اش دايرة لي ديما في لاتولي، مش ده نوضي تاكلي. نوضي هادي كنخلي راسي بالجوع، حق الله داك البيبي مسكين. المهم لا واكلة، ولكن دابا خصني صافي الوحدة من الفطور ما كليتش من السبعة، دابا الوحدة خصني وجبة أخرى. فقلت لكم شنو هو الموضوع، للأسف سهل، أنا غنحطو لكم تفرجوا فيه مسجل، حقا اللايف مفيد. ف هذاك الشيء اللي بغيت، الشيء اللي استفدتو ولا استفدو غير ربعة خمسة الناس. شكرا، زعما هذاك الشيء اللي بغينا. سمحوا لي مون تليفون سي دي شارجي. شكرا لك بزاف، فسميتك جاني الجوع غادي نخرج. شكرا لك بزاف، ان شاء الله مره اخرى لايفات تنضم معايا الهضره ديالك، زعما مهابيت خلاو تورك، حديثك زوين، تجمع معاك زوين، تشرفنا بمعرفتك كاملين. كنظن حتى كاع البنات تشرفوا بمعرفتك، طريقة تفكير كل شيء، وأنا أفتخر بمتابعيني وبناس بحالك. أنا كنت أتوقع أنه من الناس اللي كيجيو لي سيونس وليت عارفة بلي أغلب المتابعين ديالي بهذا الوعي دابا. أنا كنفتخر بزاف براسي، ماشي بيكم، حتى بيكم ولكن براسي، حيت متبعيني ناس من هذا المستوى. شكرا لكم بزاف على الثقة وعلى المتابعة، وأنت أكثر. شكرا لك بزاف زينب على المشاركة، وكنتسنى إن شاء الله ما نبقاو نديروه كمرة مرة. البنات اللي عندهم باغي يديروا شي على حسب، شوفوا الموضوع اللي اش كنهضر ديك الساعة، اللي تبغي دير تدخل مرحبا، انا منفتحة الافكار ونظريات اي واحد، يعني الوعي ما فيش سميتو، قابل للنقاش دائما، وكنشوفوا الامور من وجهة نظر مختلفة، امثلة مختلفة، بحال اللي عطاتنا زينب امثلة مختلفة، اسقاطات مختلفة من تجربة مختلفة ديال شخص مختلف. شكرا لك مره اخرى بزاف زينب، ونبقاو نديرو مره بحال مره بحال هكا، البنات اللي يبغيو يدخلوا اللي يبغيو يهضروا، واخا يسدوا الكاميرا ماشي مشكل. بكل فرح شكرا لك بزاف. شي حاجه كنت كنقولها وانا ندوز سميتو اللايف مسجل، وي غنسجلو صافي، مشات لي الهضره. فقلت لكم قلت لكم سبحان الله جا على غفله اللايف، كنت كنهضر في الموضوع، البنت صيفطات ميساج هكا كومونتير، بغيت ندير تدخل، صيفطات لي انفيتاسيون، دخلت قبلتها. في الاول صراحه كنت خايفه، حيت كنخاف نطلع اي واحد، راكم عارفين ما كتعرفيش واش فو كونت ولا هذا، مي بانت لي التصويرة هذه، بانت لي معقوله من الصوره، وانا نقول اجي قبلتها. سبحان الله الحمد لله، والله الا مكتاب هذا اللايف، يعني انا عيانه وما بغاش نبين وجهي عيانه، ولكن قلت والله الا نديرو. سبحان الله جا لايف زوين وفيه استفادة. راكم ستوري اللي بارطاجيت معكم ستوري، واحد سول الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليه شكون أحب الناس إلى الله، قال ليه أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. يا رب اجعلنا من النافعين المنتفعين، يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ويا رب عاوننا باش ننفعوا الناس من داكشي اللي كنعرفوا، باش ننفعوا الناس ماديا معنويا فكريا مشاعريا، على صعيد جميع المجالات، زعما انطلاقا من جميع المجالات. يا ربي تعاوننا باش نكونوا من النافعين يا رب، اللي كان يعني كنقدموا النفع في هذه الارض يا رب يا رب، كاملين كاملين كاملين. الله الله على دعوات، الحمد لله والشكر لله. امونا تندوزو البريفي دابا، يلا نمشي ندير واحد المحاضرة أنا وأمينة. أمينة تهي تبارك الله، راكم عارفين درنا جوج لايفات، المرة الجاية ندير أنا وياها لايف. راه دارت قناة عييت فيها وغتبدا دير لكم دي بودكاست، راه باقي كاع ما بدات تسجل، قلت لها بداي تسجلي في رمضان. أمينة بداي تسجلي لنا لي بودكاست.
عندها ما تقول. نمشي دابا نعيط لها، غنبقى واحد الساعة هكا محاضرة. شوف الموضوع اللي غيتجبد دابا، غنبداو من هاد اللايف. كي جاك اللايف من هادي من هادي، غنبداو وسير معلومات تبارك الله، لا من عندنا من عندي. النقاشات زوينة، اختاروا أصدقاء زوينين اللي تقدروا تناقشوا معاهم مواضيع بحال هكا زوينة، ماشي غير هي. غير قبيلة عاوتاني سناء صاحبتي كنا كنتناقشوا في موضوع، واخا كان موضوع شوية مؤلم، واحد الحقيقة ديال واحد النوع، واحد الفئة من الناس كيعيشوا معانا الله يهديهم، كان شوية مؤلم. كنت كنهضر فيه أنا وسناء قبيلة، ولكن غالبا ما كنهضروا ديما في مواضيع مفيدة، نقاشات زوينة، أفكار مختلفة. الحاجه اللي بغيتكم تعرفوا، بزاف الناس كيقولوا واش الناس ما كيختلفوش زعما، او زعما كلكم كتفكروا بحال بحال، كلنا كنختلفوا حتى في الوعي، كل شيء كيختلف، كل شيء عنده نظريات مختلفه. قرينا تقريبا كل شيء كيكون بحال بحال، ولكن انا قريت هنا في تركيا، الاخرى قرات في هنا، ولا المهم انا كنتفرج فيديوهات ديال الخليج، وحده كتفرج ديال الامريكان، تقريبا كلهم عندهم نفس المنطق ولكن نظريات مختلفه. فكنقدروا نختلفوا، لا انا وصحاباتي، لا انا ولي كوتش اللي كنعرف في النقاشات كنختلفوا، غير هو كلنا عندنا الوعي ديال النقاش بادب وباحترام النظريه ديال الشخص المقابل، واننا كنحلوا. يعني كيفاش كيكون النقاش؟ كتحل دماغك باش تستقبل النظريه ديالو، يعني ماشي انا اختلف مثلا امينه، وانا انا كنختلف مع امينه، لا ما امينه كتفكر هكا، لا انا كنفكر هكا، ماشي غير كنحترمها وكنسكت وكتحترمني وكتسكت، لا كنسمح ليها تطرح الفكره ديالها، كتسمح ليا نطرح الفكره ديالي، زائد ماشي غير كنقول مزيان كنتصنت كلامك الكبير، لا من بعد ما كتسمحي لها تطرح الفكره، كتحلي ودنيك وعقلك للاستقبال بدون احكام. يعني كنبدا نستقبل الفكره بحال انا ما عارفه والو، كديري راسك مكلخه، عمرك ما سمعتيش حاجه في هذا الموضوع، نسى الفكره اللي ديجا عندك، حيت هذيك الفكره والنظريه اللي عندك كتقدر بعض المرات تخليك كيفاش نقولك رافضه تستقبل الاخرى. هذه كنشرح لكم هذه القضيه، طبقوها على حياتكم كامله. دونك اش كندير؟ كنفي داك الشيء اللي عارفه، كنتصنت بصدر رحب، وبعدين صاغيه بواحد العقل منفتح ماشي متحجر على استقبال، كنتصنت هكا، كنحاول نستوعبها، نقدر نمشي نبحث من وراها، نقدر ديك الساعة نتناغم مع الفكرة وصافي تجيني منطقية، وديك الساعة تقنعني نفس الحاجة حتى هي غتستقبل من عندي. سناء صاحبتي حتى هي غير ديك المرة حنا خارجين في كافي، في تربية الولاد، في العلاقة ديال الزوج والزوجة، بس الحوايج كنختلفوا فيهم، ماشي اختلافات كبيرة، كلها اختلافات سبحان الله واعية زوينة. ما يضرك خاطرك لا سمعتيها سناء، فهماني علاش كنهضر. الاختلاف لا يخلق من الود قضية، الاختلاف ما كاينش المشكل ما دام كاين الوعي، ما دام كاين الوعي، الوعي نعمة يا ربي ترزقنا الوعي. تعقلوا على تريد فاش يلا خرج مع 5 الصباح، كتشوف شي كومونتيرات ديال شي بنات عصبوني، جهل الجهل. عرفتوش واحد الجملة جات من عندي، شوفوا الجملة خاصني ناخذ لها حقوق الطبع والنشر، دغوا دوطيغ ديالي، كتبت ليهم عرفتي، كتبت بواحد خارجه من القلب، كتبت لهم لو كان الوعي مثل الهواء يتنفسه الجميع. هكا خرجت هكا، والله الا كتقوليها، لو كان الوعي بحال الهواء، اكسجين، شي حاجه منتشره موجوده، كلشي كيتنفسو بغيتي ولا كرهتي، يعني بغيتي تسد نيفك غتموت وتمشي من الارض، وداكشي اللي بغينا، ناقص واحد ناقص مشكل، ما محتاجينك شكون ارضيه، يعني يا غتستقبل الوعي غتنفسو معانا وغتولي بحالنا على فكره هكا جاتني في مخي، يا غادي تسد نيفك وغتخنق وغتموت تهنينا منك، غير كنضحك، ولكن كنت بغيت الوعي للجميع وحق الله. اي والله يهدي ما خلاق، واش نقول لكم، الله يهدي ما خلاق وصافي. يلا السلام عليكم، نتلاقاو في لايف جاي إن شاء الله.